احنا المره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم على العياده بتاعه الجاينيكولوجي واتكلمنا على البليدنج والانفكشن والكونتراسبشن. فالنهارده هنكمل عياده الجاينيكولوجي الحاجات اللي هو الجي بي المفروض ان هو يبقى عارفها عنها, وهنتكلم على الانفيرتيليتي والبرولابس, وبعد كده نقول عياده البابس. الانفيرتيليتي اهم حاجه, اولا انتوا مش بتعالجوا انفيرتيليتي, يعني انتوا مش اي بي اف سنتر, بس مهم قوي لما يجي لكم كابل انفيرتايل كابل او كابل سيرشنج فور او سيكينج فور فيرتيليتي ان نعمل البرايمري ورك اب بتاع الانفيرتيليتي. ايه هو البرايمري ورك اب؟ سيمن اناليسيس. هي المين فعلا بنعمله سيمن اناليسيس, بنبص على ايه في السيمن اناليسيس؟ اولا في بري ريكوزيتس, يعني في حاجه تقولها له قبل ما يروح يعمل سيمن اناليسيس. ايه بقى؟ 3 days بالظبط كده, 3 days abstinence before doing the semen analysis ده, يعني 3 ايام مفيش intercourse او يبقى في abstinence لمده 3 ايام وبعدين يروح يعمل السيمن analysis. ايه اهم parameter ببص عليه؟ الايه؟ الكاونت, الموتيليتي بالظبط كده, والابنورمال فورمز. اه دي اهم حاجات, دي اهم حاجات بنبص عليها. الكاونت المفروض يبقى كام؟ فوق ال 20 اكسبتبل. كمان دبليو اتش او قالت 15 بالظبط, قالت 15. يعني كل مادة على فكره ما بتلاقوا ان هو بيبتدي يقل, يعني عشان البولوشن اللي موجوده في الجو وفي الاكل وكده, فبتبقى السيمن يبقى الكواليتي بتاعته بتقل. فكل ما بتلاقوا الاكسبكتيشنز برده قلت, فبتلاقوا ان ال WHO بتقلل كمان الاكسبكتيشنز بتاعتها او الريكومنديشنز بتاعتها. ففعلا الكاونت 15 مليون بير ملي بالظبط, مش بير فوليوم, لان ممكن الفوليوم يبقى مثلا 3 ملي 5 ملي وات ايفر, فانت بتشوف بير مليليتر فيه قد ايه. فالمفروض ان هو يبقى الكاونت 15 مليون بير مليليتر. ايه كمان بنبص عليها؟ الموتيليتي. الموتيليتي في انواع على فكره, الموتيليتي بالظبط. الاكتف فور والبروجريسيف موتيليتي هي ده اللي احنا بنبص عليه. الاكتف فور والبروجريسيف موتيليتي المفروض تبقى كام؟ اكتر من 50%. فهو ده اهم حاجه, لان ممكن قوي تلاقي فيه سلو سلاجش موتيليتي او ايموتايل, فدول مش هيعملوا فيرتلايزيشن. انت بتبص على الناتشورال فيرتلايزيشن تحصل ازاي, فعايزين يبقى في اكتف فور والبروجريسيف موتيليتي تبقى على الاقل 50%. والابنورمال فورمز يعني لحد 50 اوكي كمان, يعني لحد 50% اوكي. لو في ابنورمال فورمز لحد 50% اوكي, فالاكتف فور بروجريسيف موتيليتي 50%, وبرده ابنورمال فورمز لحد 50% اكسبتبل, والكاونت يبقى 15 مليون بير مليليتر. فدول البارامترز اللي انت بتبص عليها. طب افرض انك انت لقيت حاجه من البارامترز دول مش حلوه قوي, يعني الابنورمال فورمز عاليه شويه, الموتيليتي مثلا 40%, هتعمل ايه كجي بي انت؟ هل هتريفير للاندرولوجيست؟ يعني تشوف تساله الاول اذا كان في سموكينج ولا لا, لان اول حاجه بتاثر على الكواليتي اوف سبيرمز هي السموكينج, وبعديها لو دايبيتس ان كنترولد, وبعدين فاريكوسين. فتسال على الثلاثه دول اذا كانوا موجودين ولا لا, وتعمل ريكومنديشن سموكينج يبقى ستوبد او يقلل من السموكينج او كده. وبرده لو دايبيتك يبقى كنترول دايبيتس, ولو في فاريكوسين يروح ان هو يعمل اسمه ايه ده؟ يعني كونسلتيشن محتاجه انها تتعمل العمليه ولا لا كده. بس مهم ان هو تبقوا انتوا عارفين ليه. وبعدين تكتبوا له بقى حاجه فيتامين, زي ايه مالتي فيتامين ممكن هنكتبه؟ زنك. حاجه فيها زنك زي السيلينيوم اي سي اي, ده مالتي فيتامين, او الكارنديتا فورت كويس, او ممكن تكتب ده وده كمان. 1 تابلت بير داي او 1 كبسول بير داي لمده قد ايه بقى؟ الديوريشن بتاع الاكسبيرمنتوجينيك سايكل قد ايه؟ 3 شهور. فالمده 3 شهور, لان الاكسبيرمنتوجينيك سايكل بتاخد 3 شهور. فهو طالما ابتدى الميديكيشن من النهارده داي 1, يبقى هياخد 3 شهور على بال ما يبتدي يبقى سبرماتوجينيسيس تاني وياثر على الكواليتي اوف سبيرمز. فتقول له امشي على العلاج ده لمده 3 شهور, وبعدين عيد السيمن اناليسيس تاني. وهتقول لهم تطمنهم برده ان هو خلال فتره العلاج ما هو ممكن السيمن يتحسن, فبالتالي يحصل بريجننسي. فانت لو لقيت ان هو السيمن اناليسيس مش حلو قوي, لكن مش مثلا يعني هتلاقي يقولوا فات, مش الكاونت يقولوا فات, يعني هتلاقي ان الكاونت مثلا 10 مليون, مش عارف الموتيلتي 40%, الابنورمال فورمز عاليه شويه 60 ولا 70%, اللي ساعتها ممكن انك انت تكتب على الفيتامينز دي اللي هم الكارنديتا فورت او السيلينيوم اي سي اي, وياخدها وانس بير داي من كل نوع لمده 3 شهور, وبعدين يعيد السيمن اناليسيس تاني بعد 3 شهور ونشوف اخباره ايه. لو اتحسن خلاص, بس معاه طبعا يستوب السموكينج. لو اتحسن اوكي, لو ما اتحسنش بقى اللي هتريفير للاندرولوجيست, عشان مش ان احنا نابيوز السبيشاليتيز كلها, لان انت كجي بي تقدر قوي الحاجات البسيطه دي انك انت تعالجها. في سؤال بالنسبه للسيمن اناليسيس؟ طب الفيميل بقى كبرايمري ورك اب اوف انفيرتيليتي تطلب منها ايه؟ هرمون البروفايل, لان انا عايزه اشوف الاوفريز, لان اهم حاجه عشان يحصل بريجننسي الاوفريز يبقوا كويسين, ان هو الهرمونز تبقى كويسه ويحصل الاوفيليشن. وايه تاني يبقى كويس؟
محتاجاه انا الجوبس لان هي بتعمل ترانسفير للاوفم دي وكمان السبيرمز ويحصل فيرتلايزيشن جوه الجوبس وايه كمان انا محتاجاه يبقى كويس اليوترس عشان الامبلانتيشن بتحصل في اليوترس فالثلاثه فاكتورز دول انا محتاجه اطمن عليهم كويسين ولا لا هطمن على الاوفرز ازاي وعلى الجوبس ازاي وعلى اليوترس ازاي الاوفرز هرمون البروفايل اللي هو ايه الهرمون البروفايل اللي احنا بنطلبه اساس اتش ال اتش امتى اليوم الثاني اه في اليوم من الثاني للخامس يعني اليوم الثاني او الثالث او الرابع لحد اليوم الخامس بتطلب منها افس اتش اند ال اتش ايه الانتربريتيشن يعني انا بعمل الافس اتش ولا ال اتش وبعدين هستفيد ايه ببص على ايه في الافس اتش ولا ال اتش الريشيو ما بينهم اذا هو المفروض مين اللي يبقى اعلى الافس اتش الافس اتش لازم هو بيبقى اعلى انا عاملاه اوريدي في الفوليكولر فيز اللي هو في الفيرست هاف اوف ذا سايكل فالافس اتش اللي هو الفوليكولر ستيميليتنج هرمون لازم يبقى اعلى لان هي اصلا الفيرست هاف اوف ذا سايكل هي ديبندنج على الافس اتش يبقى الافس اتش ولا ال اتش المفروض ان الافس اتش يبقى اعلى افرض ان انا لقيت ال اتش اعلى ده بي سي في بي سي او طب ايه مشكله البي سي او وانا بتكلم على انفيرتيليتي انا مش بالظبط كده لان البي سي او لوحده ما فيهوش مشكله الا على حسب السيمتومز لو السيمتوم بتاعتها مثلا الريجولر سايكلز هتعمل لها تريتمنت للريجولر سايكلز لو السيمتومز زي ما اتكلمنا في البليدنج المره لو السيمتومز بتاعتها لا انفيرتيليتي وانا اوفيليشن يبقى هنعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن لو السيمتومز بتاعتها مثلا هيرشيتيزم او كده يبقى هتعمل لها تريتمنت هيرشيتيزم يعني البي سي او يو تريت السيمتوم اللي هي مضايقاها في قصه البي سي او دي فهنعمل اف اس اتش ال اتش المفروض نلاقي الاف اس اتش اعلى من ال اتش لو لقيت ال اتش هو الاعلى يبقى ساعتها دي بتسيجنيفاي البي سي او يبقى غالبا هي عندها انوفيليشن طب هتاكد ازاي هي انوفيلاتري ولا اوفيلاتري ايه الهرمون اللي بسيبه بروجستيرون بروجستيرون في داي كام 21 لان البروجستيرون ده بيبتدي يطلع بعد الاوفيليشن فلازم يكون بعد اليوم ال 14 لانه بعد الاوفيليشن خلاص فبعمل البروجستيرون بعد الاوفيليشن ايوه امتى بعد الاوفيليشن في اليوتيل فيز امتى بالظبط في الميد يوتيل نص اليوتيل فيز ده بيبقى الماكسيمم سيكريشن اوف البروجستيرون فعشان كده بنعمله في نص اليوتيل فيز اللي هو يعني 7 ايام بعد الاوفيليشن يعني في اليوم ال 21 من بدايه السايكل فبنعمل في داي 21 البروجستيرون الليفل بتاع البروجستيرون اللي هو بيقول ان هي اوفيلاتري 3 نانو اكتر من 3 نانو جرام بير مليلتر لو لقيته اكتر من 3 نانو جرام هقول لها ايه؟ انت اوفيلاتري يا مدام طالما ان هو اكتر من 3 يعني 4 5 10 حاجه كده يبقى دي كده اوفيلاتري يبقى شي دازنت نيد اني اندكشن اوف اوفيليشن ده مهم ده مهم يعني مش كل واحده ست جايه ما حملتش نديها كلومين نديها كلوميكان سيتريت لانه لا لو هي انوفيلاتري قال يعني ايه انوفيلاتري يعني البروجستيرون بتاعها في دي 21 اقل من 3 نانو جرام بير مليلتر يبقى ساعتها هي انوفيلاتري يبقى ساعتها هي كانديديت فور كلوميكان سيتريت او اندكشن اوف اوفيليشن فده اللي احنا بنعمله هرمونال بروفايل اللي هو اف اس اتش اند ال اتش في داي 2 لحد داي 5 وبروجستيرون في داي 21 بالانتربريتيشن بتاع كل واحد منهم الاف اس اتش ولا ال اتش المفروض الاف اس اتش يبقى اعلى من ال اتش وفي داي 21 ببص على البروجستيرون الليفل بتاعه قد ايه اكتر من 3 هي اوفيلاتري اقل من 3 ان اوفيلاتري يبقى ساعتها هي اللي محتاجه اندكشن اوف اوفيليشن دول برايمري ورك اب يعني ده البيزك اللي انت بتطلبه من العيانه وعلى فكره انت بتكتب لها بالتاريخ ما تقولهاش روح اعملي الحاجات دي ده في اليوم الثاني وده في اليوم ال21 العيانه مش هتعرف فانت لازم تكتب التاريخ قدام كل حاجه تسالها اخر دوره كانت عليكي امتى ومن التاريخ اللي هي تقوله لك قالت لك مثلا كانت 15 مارس طب 15 احنا النهارده 22 ده كده خلاص فات الميعاد بتاع الاف اس اتش ولا ال اتش يبقى تعد لها من 15 يبقى كده على يوم 5 مثلا ابريل اللي هكتب لها روح اعملي بروجستيرون اوكي تكتب لها بالتاريخ عشان تسهل على العيانه العيانه ممكن ما تبقاش فاهمه الكلام اللي احنا بنقوله اليوم ال21 و21 ايه من اول يوم لنزول البيريد ولا من بعد ما خلصت هو كل ده من داي 1 اوف ذا بيريد داي 1 اوف بليدنج اوكي طب في انتربريتيشن ثانيه للاف اس اتش والال اتش هل الليفل بتاع الاف اس اتش والال اتش ده يفرق معايا يعني يفرق معايا لو كان مثلا ايه اكتر من 10 او 20 او 30 ايه رايكم هو نورمالي اكسبتبل الاف اس اتش اند ال اتش يكون في ليفل قد ايه عشرة. اكتر ولا اقل هو ايه اللي بيخليه يعلى او يقل هو الاف اس اتش ده عنده كنترول اوف ايه بالظبط كده لان الاف اس اتش ده سيكريتد منين من البيتيوتري بالظبط فجنرال اتش ده الهايبوثالامس بيستيميليت البيتيوتري سيكريت اف اس اتش وان اتش اللي هي بتستيميليت الاوفر سيكريت استروجين بروجستيرون لما الاستروجين يعلى يعمل ايه نيجاتيف فيدباك انهبيشن للاف اس اتش فلو عندي الاوفر شغاله كويس والسكريت اماونت اوف استروجين كويسه هيبقى في نيجاتيف فيدباك انهبيشن للاف اس اتش فالاف اس اتش هيبقى قليل ولا هيبقى عالي؟ هيبقى قليل فنورمالي فعلا ان الاف اس اتش ده ما بيعلاش اكتر من 10 يعني هتلاقي الليفل بتاعه كده يعني حاجات ارقام كده 2 3 4 5 مش عارف 7 كده لحد 10
لو بقى من 10 ل 20 ده الفيرتيليتي افكتد، يعني لورد ولا انكريست فيرتيليتي؟ لورد، لان ده معناها انه ابتدى يبقى ريليزد من النيجاتيف فيدباك انهيبيشن، ابتدى يبقى ريليز، يعني مفيش اناف استروجين تو كوز نيجاتيف فيدباك انهيبيشن للاف اس اتش. فلو ابتدى يعلى اللي هو من 10 ل 20 ابتدي انا اقلق، ده الفيرتيليتي بتاعتها افكتد، ده كده ممكن يبقى الاوفيريان ريزيرف بتاعها قل ولا زاد؟ قل. طب ايه اللي بيقيس الاوفيريان ريزيرف؟ هي مش الانتي اوفيريان هرمون. لو لقيت انه الاف اس اتش بتاعك اللي انت عملته في دي 2 ده لقيت ان هو من 10 ل 20 يبقى ساعتها انديكيشن انك انت تعمل ايه ام اتش. والايه ام اتش ده يا جماعه اوفيريان ريزيرف، يعني هو في اي وقت يتعمل، ده مخزون المبيض، عملته اول يوم للدوره 20 يوم للدوره وهي عيال مش فارقه خالص، يعني مش ريليتد للمنستريشن، لان هو بيقيس النمبر اوف اوسايت او نمبر اوف فوليكلز بريزنت ان ذا اوفري خلاص، فبيقيس الاوفيريان ريزيرف، فبالتالي يتعمل في اي وقت، لكن مش روتين برايمري ورك اب. امال بنعمله امتى؟ بالظبط. لو لقيت ان الاف اس اتش بتاعي انا عاملاه في روتين برايمري ورك اب اكتر من 10 من 10 ل 20، طب افرض اكتر من 20 ده معناه الاوفيريان ريزيرف قليل ولا كتير؟ قليل قوي، كمان قليل قوي، ده منوبوز الليفل، ده انا وصلت كده المنوبوز الليفل، فساعتها تقلق ان يكون الست دي عندها بريماتشور منوبوز. ده انت لو عملت الاف اس اتش ولقيت ان هو الرقم طلع لك 30 مش عارف ايه، ما دام حضرتك منوبوز، يعني فاهمين ازاي؟ لانه هي ما فيش خالص فوليكلز وما فيش استروجين انه يعمل لك نيجاتيف فيدباك انهبيشن، فعماله بقى البيتيوتري تطلع في اف اس اتش ومش انهبيتد خالص باي استروجين. واضحه؟ مهم مهم. يبقى احنا بنعمل الهرمونز اللي احنا بنعملها في دي 2 اف اس اتش اند ال اتش، ايه الانتربريتيشن بتاعه؟ الاثنين دول يبقى الليفل بتاعهم اقل من 10 والاف اس اتش اعلى من ال اتش، ده الانتربريتيشن بتاع ده. لو لقيت ان هو اكتر من 10 من 10 ل 20 الاف اس اتش يبقى اروح عامله ايه؟ ايه ام اتش عشان اشوف الاوفيريان ريزيرف اخباره ايه. لو اكتر من 20 دي غالبا داخله في بريماتشور منوبوز، وطبعا زي ما قلنا ان الاف اس اتش هو اللي بيبقى اعلى، لو لقيت ال اتش هو اللي اعلى يبقى ساعتها ايه؟ بي سي او. يبقى اعمل ايه عشان اكونفيرم اذا كانت فعلا بي سي او انوفيلاتري بروجستيرون؟ في داي كام؟ في داي 21. ايه الانتربريتيشن بتاع الليفل بتاع البروجستيرون؟ اكتر من 3 يبقى اوفيلاتري زي الفل، مش محتاجه خالص ان انا اعمل لك اي اندكشن اب اوفيليشن يا مدام. اقل من 3 لا فعلا انت انوفيلاتري، انت محتاجه ان احنا ناخد اندكشن اب اوفيليشن ميديكيشن. واضح الهرمون البروفايل؟ في هرمونين تانيين برضو مهمين لان هما مين ممكن ياثروا على الفيرتيليتي لكن مش ريليتد بقى في دايز معينه من السايكل، هما ايه اللي احنا بنعملها؟ برولاكتين والتي اس اتش، الثايروكسين هرمون التي اس اتش. فدول التو هرمونز اللي تعملوا في اي وقت، بمعنى انك انت لو هتعمل زي ما قلنا الاكزامبل بتاع العيانه اللي خدناها اللي هي الدوره جات لها مش عارف يوم 15، فهنعمل على يوم 5 ابريل، بس تسمع ايديكي شكرا على يوم 5 ابريل، يبقى هنعمل بروجستيرون احط معاهم تي اس اتش وبرولاكتين لان دول بيتعملوا في اي وقت. لو كانت جايه لي مثلا النهارده 22 مارس وبتقولي لا ده الدوره كانت اول امبارح، يبقى انا كده هعمل لها دلوقتي اف اس اتش واند ال اتش واحط معاها برده تي اس اتش وبرولاكتين لان دول بيتعملوا في اي وقت. اوكي؟ واضح الهرمونز؟ يبقى البيزك برايمري ورك اب هرمونز اللي انا بعملهم هم ايه؟ اف اس اتش اند ال اتش في داي من 2 ل 5، وايه كمان؟ وبروجستيرون في داي 21 و برولاكتين و تي اس اتش في داي في اي وقت. بالظبط كده، هم دول الخمسه برايمري ورك اب هرمونز اوف انفيرتيلتي بلس اور ماينس اي ام اتش لو كان الاف اس اتش عادي. بالظبط كده، فهم دول بالانتربريتيشن بتاعتهم، لان ما ينفعش انك انت تطلب هرمون وانت مش فاهم لما تجي لك النتيجه هتقول ايه للعيانه. اوكي؟ فدول الخمسه برايمري ورك اب هرمون البروفايل اللي احنا بنطلبهم مع الانتربريتيشن بتاع كل حاجه. في سؤال في دول؟ هو الاي ام اتش لو يعني في اوبشن ان هو يطلع مش عالي يعني يطلع مش افكتد والاف اس اتش؟ هو الليفل بتاع الاي ام اتش ان هو يبقى اكتر من واحد عشان اقول ان هي الاوفيريان ريزيرف بتاعها معقول. لو لقيت ان هو اقل من كده هقول لها لا خلي بالك ده انت فعلا فيرتكسي افكتد، ده ممكن نخش في بريماتيور منوبوز، فممكن تريفير بقى لاي بي اف سنتر بحيث ان هي لو هتجو فور اي بي اف او كده بحيث انها تلحق الاوفيريان ريزيرف اللي موجوده عندها. فده بس انا يعني حاجه ثانيه ممكن تخلي الاف اس اتش غير الام اتش يكون قليل؟ لا لا، بس احنا طب ليه بنعمله؟ عشان تعرفي ان اذا كان هو فعلا قليل بنسبه ايه، يعني هل تجو فور اي بي اف سنتر ولا لا مش قليل الدرجات دي ممكن اكمل معاها اندكشن اوف اوبيليشن وكده.
اوكي عشان نعرف بس الكاتيجورايز البيشنت دي. يعني اجو معاها فور اندكشن اوف اوفيليشن لقيت مثلا الاس اتش بتاعها 12 عملت لها الاي ام اتش لقيته 2.5 لا معقول يعني ممكن نجو فور اندكشن اوف اوفيليشن لقيته لا واحد او اقل من كده لا ده انت افكتد فانت احسن تروحي فور اي في اف سنتر عشان ان احنا نلحق شويه الاوسايتس اللي موجوده ونعمل اي في اف اوكي. فده يعني الفكره بتاعت ان هو لو لقيت الاف اس اتش عالي ابتدي انا اقلق شويه بس اقلق لدرجه ايه؟ لدرجه ان احنا نريفير البيشنت لاي في اف سنتر ولا اكمل معاها اندكشن. فعشان كده بنروح عاملين الاي ام اتش عشان يحدد لي الليفل بتاعه هكمل مع العينه ازاي. اوكي؟ طيب يبقى ده بالنسبه للهرمون او الاوفيريان فانكشن. طيب الفانكشن الثانيه احنا محتاجين ايه برضه؟ التشيكس. التشيكس بقى بنعمل لها ايه؟ هيستروسكنجرافي. بنعمل امتى الهيستروسكنجرافي؟ يعني منسترويشن ولا بري منسترول ولا بوست منسترول؟ بوست منسترول طبعا. بوست منسترول طبعا لان انت لو عملت بري منسترول ممكن لحظك ولحظ العينه تكون هي حامل يعني حصل اوفيليشن وحصل فيرتلايزيشن والست حاملت فتعمل الهيستروجرام يطلع لك عيل جوه في اليوترس فما ينفعش ان احنا نعمله يعني بري منسترول لازم تعمله immediately بوست منسترول بلس ان بيكون الثيكنس بتاع الاندوميتريم ضخيم الاندوميتريم الثيكنس هيبقى ضخيم لان ده في اليوتيال فيز فممكن قوي يحصل ديسلوجمنت لهذا الاندوميتريم وانت تنديوس اندوميتروزس بالصبغه اللي انت بتحقنها. طب هو الهيستروسكنجرافي بيتعمل ازاي الاول يا دكاتره؟ ده هيستروسكنجرافي ماشي ده منظر ده منظر هيستروجرام خلاص. ايه بقى الهيستروجرام ده احنا بنعمل ايه في الهيستروجرام ده؟ اول حاجه بنروح حاطين سباكيولوم طبعا لازم بدخل سباكيولوم زي ما دخلنا سباكيولوم المره اللي فاتت ده سباكيولوم اللي احنا استخدمناه المره اللي فاتت في لما اتكلمنا في العياده بتاعه الجاينيكولوجي فبندخل السباكيولوم فيرتيكال كويس وبعدين بقى عشان البالفا فيرتيكال وبعدين بنقلب السباكيولوم هوريزونتال وبعدين نفتح السباكيولوم يبقى كده هفيجواليز انا شايفه السيرفكس كويس بمسك السيرفكس بنمسك السيرفكس في ايه؟ بالظبط كده بالفورسيلا او بماسك عنق الرحم ده رينج مش فارق برده ممكن يتمسك بيه ده احنا بنمسك بده لو كانت الست حامل عشان هو ملوش سنون ملوش تيز زي الفولسيلا فبالتالي بيبقى حنين على السيرفكس فبروح مدخلاه ثرو السباكيولوم طبعا امسك الانتيريور ليب اوف ذا سيرفكس اوكي وبعدين بعد كده كنا قبل كده لما اتكلمنا في اشد عليه عشان يبقى ستريتن وبعدين بروح مدخله كانيولا كانيولا في الحته دي كويس بدخل كانيولا يعني مسكت بقى على السيرفكس في الاكسترنال اصفى بدخل كانيولا كويس زي مثلا الكانيولا بتبقى زي في نفس الحجم بتاع الساوند ده فبروح مدخلها الكانيولا الكانيولا دي يعني كانيولا كانيولا يعني فيها فراغ ففي الاخر بتروح حاطط السرنجه اللي هي فيها الماده بتاعه اليوروجرافين اللي انت بتعمل بيها او هتعمل بيها الصبغه دي وتروح حاقن فيها حاقن فيها وتروح شايل بقى الكانيولا انت خلاص حقنت الصبغه كلها جوه السيرفكس وجوه اليوترس كويس فده المنظر اللي احنا بنشوفه ان دي الصبغه بتبقى الصبغه اوبيك او بيضة كده الصبغه دي اللي احنا شايفينها جوه اليوترس فبانت لي ايه؟ بان لي اليوترس وايه تاني هيبان؟ التشوبس لازم التشوبس تبان كويس اهي الناحيتين دول التشوبس والتشوبس تبقى رفيعه جدا على فكره لان النورمال التشوبس ما بنشوفهاش باي الترا ساوند لان النورمال التشوبس تبقى رفيعه قوي الكاليبر بتاعها رفيع جدا فيا دوب بتشوف ان هو زي لاين زي فيلمنت كده صغير قوي اللي هو دي التشوبس على الناحيتين وطبعا الفيمبرال اند هي اللي بتبقى واسعه على الناحيتين فبالتالي يبقى الصبغه هتبان قوي في الحته دي بعد كده بتشيل الاتك وبتقول للست تتمشى شويه بحيث ان هو لو ما فيش ادهيجنز بالانتستاينال موفمنت هتخلي الصبغه تبقى ديسبيرست كله فيبقى عندك فري تريتونيال سبيل فدي الحاجات اللي ببص عليها في الهيستوجرام ببص على الاوتلاين بتاع اليوتراين كافيتي ان هو ما فيهوش اي فيلينج ديفكت كويس يبقى انا كده اطمنت على اليوترس ان ما عنديش فيلينج ديفكت بتاع بوليب مثلا بتاع فايبرويد بتاع سبتم بتاع اي حاجه تمنع الامبلانتيشن يبقى انا كده اطمنت على اليوترس ان هو كويس اطمنت على التيوبس في الناحيتين ان انا ما عنديش ولا بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن ولا ديستال تيوبل اوبستراكشن لان التيوبس بانت لي كلها من اولها لاخرها اطمنت على ان الصبغه خرجت من الفيمرال اند فبالتالي كده ما عنديش ديستال تيوبل اوبستراكشن وكمان لما اتمشت الست اطمنت على ان هو عندي فري بريتونيا سبيل ما عنديش بريتيوبل ادهيشنز موجود فالحاجه الوحيده اللي بتبين لك فعلا التيوبس اذا كانت سايكه ولا لا اذا كانت بيتنت اذا كان فيها اوبستراكشن هو الهيستروسكنجرافي فالهيستروسكنجرافي از فيري امبورتنت لان هو ده البرايمري ويك اب اوف انفيرتيليتي فور التيوبس خلاص يعني الاوفيز بنشوفها بالهرمونال بروفايل
لكن التيوبس مش بقدر اشوفها غير بكده. تيجي ستات تقول لك ايه، لا لا انا سمعت ان الاشعه بالصبغه دي بتبقى موجعه ومش عارف بتتعب وكده، فانا مش عايزه اعمل، كفايه اعمل الهرمونات تحاليل الهرمونات وممكن اعمل سونار كمان يا دكتوره. لا ما السونار مش هيبين لي التيوبس. اه ممكن اعمل سونار عشان اليوترس ماشي خلاص، اشوف هيبين لي اذا كان عندي اي فيلنج ديفكت، اي بوليب، اي حاجه في اليوترس ولا لا، لكن ما ينفعش اعمل سونار عشان التيوبس. فالتيوبس الحاجه الوحيده اللي هتوريها لك هو بالهيستروسالبنجوجرافي، فما ينفعش ان البرايمر ورك اب ما يبقاش فيه هيستروسالبنجوجرافي تعمله بوست منسترال. فبتقول للست وانت عليكي الدوره في اليوم الثاني هتعملي لي الهرمون البروفايل دول اللي هم الاف اس اتش والال اتش وطبعا تي اس اتش وبرولاكتين. اول ما البيريود تخلص قبل ما يحصل انتركورس تروحي تعملي الهيستروسالبنجوجرافي ده. هل في بري ريكوزيت ثانية غير ان هو يبقى بوست منسترال للهيستروسالبنجوجرافي؟ ما يكونش الرجيك لليوروجرافين ده ووتر بيست، فغالبا ما بيكونش فيه الرجي. هي الليبيدول هو اللي كان ممكن اللي كان مستخدم قبل كده اللي هو كان اويل بيست. اه ما يكونش ايه في اسمنت انفكشن بالظبط كده، انفكشن. لان لو في انفكشن يا دكاتره انت هتروح واخد هذه الانفكشن وانت بتحقن السبب والكلام ده، هتروح مدخل الانفكشن جوه فانت بتعمل سبريدنج اوف انفكشن وتدخلها في اي دي هيلد انفلاماتوري ديزيز، مش كده ولا ايه؟ فمهم قوي ما يكونش عليها انفكشن. يعني انت لو بصيت حتى كتير قوي لما بنكتب لهم يروحوا يعملوا الاشعه بالصبغه، هو بيعملوها فين هنا؟ في القص العيني. بيعملوها فين؟ في الراديولوجي. اه قدام اسم 36 في الراديولوجي. لو ابتدوا يعملوها بيبصوا على السيرفكس لقوا فيه ديسشارج جاي او فيه سيرفايكال ايروجن هيبعتوها لك وما يردوش يعملوها لك، فتروح انت كاتب لها تريتمنت وكده تستنى بقى، مش هينفع تعملها الاسبوع الجاي هتبقى اوفيلاتري، هتستنى البيريد اللي بعدها عشان تعملها. فهم ما بيردوش يعملوها ومعاهم حق طبعا لو كان عليها ديسشارج او انفكشن او سيرفايكال ايروجن، لان ده ممكن انديكيت سيفير انفكشن، فلازم ما تكونش عليها انفكشن او عندها سيرفايكال ايروجن عشان ان هي تعمل الهيستروسالبنجوجرافي ده. واضح الهيستوجرام مهم، ومهم طبعا تعرفوا تعملوا له انتربريتيشن. طب الهيستوجرام ده ايه؟ ايه رايك؟ ايه رايك في الهيستوجرام ده؟ شايفينه؟ يونيكورن بالظبط كده، ده يونيكورن، يونيكورن تيوترس، يونيكورن يعني امال ده ايه؟ ما لازم عشان نعرف ده بايكوني، ده بايكوني. واخدين بالكم ازاي بيبين لي قوي اليوترس وبيبين لي التيوبس كويس؟ التيوبس هنا بيتنت ولا مش بيتنت؟ بيتنت. التيوبس باينه اهو على الناحيتين خلاص، يعني ده غالبا بايكوني، ممكن يبقى سبتيت او بايكوني، يعني ممكن يبقى بايكوني، وده اللي هو اليونيكوني. فالهيستروسالبنجوجرافي ده مهم جدا ان هو يوريني اليوترس اه ويوريني التيوبس. قول اليوترس ممكن اشوفه بحاجه ثانيه زي السونار، بس التيوبس مش ممكن اشوفها باي حاجه غير بهو ده، لان النورمال تيوبس از نوت سين باي الترا ساوند. لو بانت لك بالالترا ساوند يبقى هي فيها حاجه اسمها هيدروسالفينس. ايه هو الهيدروسالفينس ده؟ شايفين ده الهيدروسالفينس اللي يبان لك بالهيستروسالبنجوجرافي. يعني ايه هيدروسالفينس؟ يعني ايه المشكله اللي حاصله في التيوب؟ ديستال اوبستراكشن، ديستال تيوب الاوبستراكشن. ديستال عند الفيمرال اند في اوبستراكشن، فعشان كده انت لما بتحقن الداي التيوب دي بتقعد تنتفخ لان هو فيها ديستال اوبستراكشن، مش عارفه الداي تخرج من التيوبس خلاص. فده اسم ديستال، ده بايلاترال ديستال تيوب الاوبستراكشن او بايلاترال هيدروسالبكس. تعمل لها ايه؟ هي دي تحمل نورمالي؟ لا دي تيوبس اوبستراكشن، هي ازاي هتاخد الاوفم مش كده ولا ايه؟ فدي ما قدامهاش غير لانها دي بايلاترال. لو كانت يونيلاترال كانت تحمل من الناحيه الثانيه عادي، لكن بايلاترال هيدروسالبكس كده لا مش هينفع انها تحمل نورمالي. امال حتى هنعمل اي في اف حتى توديها تعمل اي في اف على طول؟ لا لازم نرجع عليه. اه لازم الاول نعمل تيوب الديسكونكشن، يعني ان احنا نقفل التيوبز عند البروكسيمال اند. ليه؟ ده انفلاماتري فلويد بالظبط كده. الهيدروسالبنجز ده يعني معناها انه في ديستال اوبستراكشن وفي عندك انفلاماتري فلويد. الفلويد ده ما بقاش نورمال فلويد كده سكريشن، انفلاماتري فلويد لان ده از ريزلت اوف كرونيك بي اي دي، فده انفلاماتري فلويد از ريزلت اوف كرونيك بي اي دي كويس. فبالتالي الانفلاماتوري فلويد ده هيبقى صحيح هو فيه ديستال اوبستراكشن بس بروكسيمالي هو مش اوبستراكتد، ما هي التيوبه باينه اهي. فبروكسيمالي عند الكورنيال اند هيبتدي الفلويد ده ينزل في اليوترس فيبقى توكسيك لاي فيرتلايزد اوفر. فلو جيت انت تعمل اي في اف على هيدروسالبنجز موجود، بتلاقي دكاتره الاي في اف سنتر يبعتوا لك العيانه يقول لك لا انا مش هقدر ان انا اعملها لها دلوقتي لان التيوبز دي عماله تنزل انفلاماتوري توكسيك ماتيريال على اي فيرتلايزد اوفم انا عاملها. ما انت الاي في اف ده بتاخد الاوفم وبتاخد السبرم وتحقن لو هتعمل اكسي وبعدين تروح حاقن بقى الامبريو، فالامبريو ده هيلاقي انفلاماتوري فلود نازل عليه فده توكسيك ليه. فعشان كده بنوديها الاول نعمل تيوب ديسكونكشن ان احنا نقفل التيوبز دي عند الكورنيال اند بحيث ان الانفلاماتوري فلودز ده ما
ينزلش في اليوترس فيبقى توكسيك للفيرتلايزد اوفن. واضحه؟ طبعا انت كجي بي مش هتعمل لها القصه دي، بس ما تبعتهاش بالمنظر ده للاي في اف سنتر، انت تبعتها لوحده المناظير الاول عشان يعملوا لها تيوبل ديسكونكشن. بعد التيوبل ديسكونكشن بقى تروح تعمل اي في اف مع السنتر بتاع الاي في اف. طب يعني بدل ما انا ابعتها لوحده المناظير تعملها تيوبل ديسكونكشن، طب ليه يعني ما نحطهاش ان احنا طب هو الديستال اوبستراكشن ده هو بس المشكله؟ بمعنى ان هو هل السيليري موفمنت دي هنا نورمال؟ لا، من جوه بتبقى طالما انك عندك انفكشن، ده كرونيك انفكشن، الهيدروسايكلينز او البايوسايكلينز ده كرونيك انفكشن، فالكرونيك بي اي دي او الكرونيك انفكشن ده بيأفكت طبعا السيليري موفمنت والموتيليتي، فانت ممكن تريستور البيتنسي وليس السيليري اكشن، فبالتالي دي ممكن تحمل في اكتوبيك بريجنسي. عشان كده كان زمان ما قدامهم قبل الاي في اف، قبل سنه 78 لويزا براون والكلام ده، ما كانش قدامهم غير ان هم يعملوا سيرجري على التيوبز، ان هو ايه يفتحوا التيوب يسلكوا التيوب يعملوا كده، بس لقوا ان هو التيوب مش بتريستور البيتنسي وليس الفيزيولوجيكال فانكشن اوف ذا تيوبز اللي هو البريستالتيك موتيليتي مع السيليري موفمنت مع كده، فممكن اكتر تحمل في اكتوبيك اكتر ما هي تحمل في انتراترين بريجنسي. فبالتالي طالما ان عندنا في اي بي اف، لا اتس بيتر تو جو فور اي بي اف. اوكي، في سؤال في الهيستوجرام يا دكاتره؟ يبقى احنا لازم نعمل هيستوجرام، يعني زي ما قلنا برايمري ورك اب سيمن اناليسيز للميل، هرمون البروفايل عشان الاوفري بتاع الفيميل، هيستروسايكلينجوجرافي عشان التيوبس. ممكن يبان لك حاجه زي كده، ده ايه؟ يونيلاترال ولا بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن، لان التيوبس مش باينه خالص، انا كل اللي باين لي هو اليوترس الترينجل بتاع اليوترس، لكن مفيش اي تيوبس باينه لي، فدي عندها بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن. طب دي الحل بتاعها ايه؟ اي بي اف. هل تعملها تيوبل ديسكونكشن قبلها؟ ما هي ديسكونكتد اصلا، يعني ما هي اصلا ديسكونكتد، فدي تبعتها على طول ان هي تعمل اي بي اف، لان هي عندها بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن، يعني التيوبس هي اللي مش شغاله، لكن الاوفري انا هعرف شغال ولا لا طبعا بالهرمون البروفايل، فلو كان الاوفري بتاعها كويس واليوترس بتاعها هو زي الفل ما فيهوش اي مشكله، خلاص شي كان جو فور اي بي اف عادي. حتى لو الاوفري مش كويس، ما انت كده كده الاي بي اف انت بتديها كل الهرمونز من بره. طيب نشوف ده هيستوجرام ده ايه؟ في فيلينج ديفكتس كتيره، اليوترس في مبين فيلينج ديفكتس كتير. ايه الفيلينج ديفكتس دي؟ ايه الديفرنشال دايجنوستس بتاع الفيلينج ديفكتس؟ ممكن تبقى مايوميتا، مالتيبل مايوميتا، ايه نوع المايوميتا هنا؟ سابميوتس، لازم تبقى سابميوتس، ما مش ممكن تبقى سابسيرس مش هشوفها، ولا انترستيشال برضه مش هشوفها، الوحيده اللي انا اشوفها بالهيستوجرام هي اللي جوه الكافيتي، لان انا الكافيتي هي اللي بتبان لي، فدول ممكن يبقوا مالتيبل سابميوتس مايونت. ايه كمان ديفرنشال دايجنوستس؟ مالتيبل بوليباي اديشنز. ايه الانتراتراين اديشنز دول؟ اسمهم ايه؟ اشر مان سندروم بالظبط كده، فممكن تبقى انتراتراين اديشنز او اشر مان سندروم، ان في حتت في اليوترس جوه لازقه على بعضها اللي هو الانتيري في البوستير، لكن الحتت الثانيه مش لازقه، فبالتالي تبان لك اشر مان سندروم او يبان لك مالتيبل فيلينج ديفكتس بالمنظر ده. اوكي؟ فدي اشر مان سندروم. حد يعرف التريتمنت ده؟ طبعا لو شفت اشر مان سندروم في الهيستوجرام ريفير على طول لحد سبيشاليز نسا، لان انت كجي بي مش السكوب بتاعك خالص تريت اشر مان، انت السكوب بتاعك بنعمل البرايمري ورك اب بتاع الانفرتيلتي اللي هو هرمونال بروفايل، هيستروسايكلينجوجرافي نورمال، هيستروسايكلينجوجرافي خلاص نورمال، بتطمن على العيانه في اي مشكله هتبعتها يا اما الاي بي اف سنتر يا اما للمناظير عشان يعملوا لها تيوب ديسكونكشن. طب الاشر مان سندروم ده لما تبعتها للمناظير بيعملوا لها ايه؟ لايسنس للاديجن، بس هي المشكله مش بس الاديجن، مشكله الاشر مان ايه يا دكاتره؟ البيزل لير مش موجود، البيزل لير اوف الاندوميتريوم اللي هي البيزل لير اللي بيحصل منها ريجنريشن للاندوميتريوم اللي هو السوبرفيشال والانترميديت، البيزل لير دي اصلا مش موجوده عشان اوفر كراتج اوف ذا اندوميتريوم حصل قبل كده، خلاص؟ فعشان كده لازم دكاتره النساء، لان الجي بي مش بيلحق، لازم دكاتره النساء ياخدوا بالهم قوي، يبقى فيري كوشس وهو بيعمل الكحت او تي ان سي الكراتج عشان مش يشيل البيزل لير اوف اندوميتريوم، لان لو حصل وشال البيزل لير اوف اندوميتريوم هيدخلها في اشر مان سندروم والبروجنوز بتاعه از اكستريملي باد، لان هتجيب لها منين بيزل لير اوف اندوميتريوم؟ يعني هما بيجربوا ستام سيلز وحاجات زي كده، بس طبعا البروجنوزس وحش قوي، لان حتى لو انت قطعت الاديشنز انت لازم تجيب لها بيزل لير عشان يحصل بعد كده حمل عليها وامبلانتيشن. اوكي؟ فده منظر فعلا بتاع 10 مثلا. هو لو في اندوميتريال كانسر ممكن يبقى اندوميتريال كانسر بنعرفه ازاي؟ ايه الديفرنشال الترا ساوند؟ ايه اللي يبقى بالالترا ساوند؟ اعلى اندوميتريال تكنس بتاعنا اكتر من 10 لو هي تشايلد بيرنج، او اكتر من 5 لو هي منوبوزال زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، فبالتالي ده يبان لك بالالترا ساوند، لكن مش هيبان لك لان الكافيتي نورمال، مش كده ولا ايه؟
لا يبان لك الكافيتي نورمال، لو ابنورمال الكافيتي هي تبان بالهيستوجرام، لكن الكافيتي بتاعت الاندوميتريال ثيكنس ده ما الكافيتي نورمال ما فيهاش حاجه، فالكافيتي نورمال مش هيبان لك فيها اي حاجه، الا لو كان بقى في بوليباي مثلا بوليب نازله او كده فيبقى في فيلينج ديفكت موجود. اوكي، لكن اندوميتريال كارسينوما او اندوميتريال بريزا طبعا الفيرست سكريننج بتاعنا بيبقى بالالتراساوند. طيب وده برضو ايه؟ اه ده بيكون بيكون تحمل ولا ما تحملش؟ تحمل. اه ممكن يحصل لها بري تيرم ليبر لو ابورشن لو كانت اسوشيتد معاها انكومبتنت اسمس خلاص؟ فلو هي عندها بيكون يوتيترس هتعمل لها ايه؟ سيرجري. اعمل ايه في السيرجري؟ ولو هي عندها سبتيت يوتيترس في فرق في المانجمنت بين السبتيت يوتيترس ايه بقى؟ سبتيت لازم اشيل السبتم، ليه لازم اشيل السبتم؟ السبتيت ليه لازم اشيل السبتم؟ يحصل انفلانتيشن. يعني طب وايه المشكله لو حصل عليه انفلانتيشن؟ فين الفايبرس تيشو بالظبط كده فيجي لها ميست ابورشن، فهو فين مش هياخد الفاسكولار بتاعته قليله قوي مش زي المايميتريم، فبالتالي لو حصل عليه انفلانتيشن فمش هيعرف ياخد نيوتريشن كويسه، ولو حصل عليه بلاسانتا بقت امبلانتد برده مش هتاخد نيوتريشن كويسه هتبقى بلاسانتا اكريتا، فلو سبتم لازم يتشال خلاص. لكن لو بايكون يوتيترس زي اللي احنا شفناه ده بايكون يوتيترس لا، بس انت تقول لها انه ممكن عرضه لانه يبقى في بري تيرم ليبر، فلو معاها اسوشيت اسم انكومبتنس بنعمل سيركلاش وتبقى جاردنج اجانست انه يحصل لها بري تيرم ليبر، يعني تديها مثلا ستيرويدز او كده قبل الماتيوريتي لو ابتدى يجي لها كونتراكشنز. اوكي، لكن ما بنشيلش طبعا لان هو البايكونيو ده المصل مايميتريم كويس، فحتى لو حصل عليه امبلانتيشن ما هو نورمال، بس تبقى انت قلقان لانه الكافيتي بتاعتك هي الريستريكتد شويه او الكاباسيتي بتاعتها اقل من الكاباسيتي بتاعه النورمال سايز بتاعت الترس. اوكي، فده البرايمري ورك اب بتاعي. تو سام اب الحاجات البرايمري ورك اب بتاع الانفيرتيليتي بنعمل ايه؟ اول حاجه هرمون البروفايل ليها اللي هو ايه؟ اس اتش وال اتش بروجستيرون. اس اتش وال اتش امتى؟ من 2 ل 5 وبروجستيرون 21 بالانتربريتيشن بتاعهم. طيب وايه كمان هرمونين تانيين؟ برولاكتين وتي اس اتش في اي وقت. الاي ام اتش بلس اور ماينس امتى بعمل اي ام اتش؟ لو الاي اس اتش لقيته اكتر من 10 بالظبط كده. فده الحاجات اللي بعملها بالنسبه للهرمونز. ايه تاني بعمله؟ قلنا السيمن اناليسيز. السيمن اناليسيز ببص على ايه؟ كاونت اكتر 15 مليون بير مليليتر، والموتيليتي اكتر 50% اللي هي الاكت فور بروجريس موتيليتي او جريد اي موتيليتي او جريد 1 موتيليتي على حسب المكتوبه في المعمل اللي انت بتقراه. وتالت حاجه بنبص عليها ايه؟ الابنورمال فورمز المفروض تبقى ايه؟ اه بالظبط كده، مش اكتر من 50% ابنورمال فورمز. فده السيمن اناليسيز، ده الهرمون البروفايل. عشان انا قريت على النت كل مالنا بنقبل حد اقل من اقل بالظبط تقريبا اخر نسبه 5% وانا ما فهمتش ازاي الابنورمال فورمز؟ لا يعني دلوقتي ممكن ان هو لحد بالظبط كده وصلوا لحد 95%، يعني لحد 95% تبقى ابنورمال فورمز و5% بس نورمال فورمز، يعني يعني كل ماده ما فعلا عمالين نزود في الكواليتي اوف سبيرمز اللي هو سواء العدد او الابنورمال فورمز، بس الموتيليتي لازم الاكتف فور بروجريس موتيليتي تبقى كويسه، لان لو ما فيش اكتف فور انت ليه محتاج اكتف فور بروجريس؟ ليه؟ انتوا متخيلين فيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في فوق في التيوبس، فوق في التيوب، وهو اساسا الديبوزيشن بيحصل في الفاجينا، والفاجينا دي اصلا من 7 ل 10 سم واسيدك بي اتش، واصلا البي اتش بتاع السيمن ايه؟ الكلاين، فهو اصلا ديبوزيتد في انفيدر بالميديا، فلازم بسرعه السبيرمز دي تجري بسرعه وتكراس كل السيرفكس باليوترس اللي هو 7 سم بالتيوبس لحد ما توصل كده، وهي اصلا مايكرونز، فلازم يبقى في اكتف فور بروجريس موتيلز. لو الموتيلتي دي سلاجش ولا مش عارف ايه موتايل او كده خلاص ما هو عمرها ما هتعمل ناتشورال فيرتلايزيشن، فعشان كده لازم الاكتف فور بروجريس موتيلتي اهو ده البارامتر اللي ما بيقلش، لازم تبقى 50% الاكتف فور بروجريس موتيلتي والكاونت والابنورمال فورمز. فده اللي احنا هنبص عليه بقى برايمري ورك اب. انت الورق ده بتديه للعيانه مع بعضه اللي هو الهرمون البروفايل، سواء انت قريب من دي 2 او قريب من دي 21 كويس، والسيمن اناليسيز لجوزها ثلاث ايام ابسنس وبعدين بيعمل السيمن اناليسيز، والهيستروسالبنجيوغرافي اللي هي بتعمله امتى؟ بالظبط كده. طيب جالك بقى الورق بتاع الحاجات دي، لقينا السيمن اناليسيز شويه الكواليتي بتاعته مش حلوه، هتعمل ايه انت كجي بي؟ بالظبط ستوب سموكينج، ولو هو دياباتيك يبقى كنترول، وبالظبط كده وديله بقى يا اما كارنديتا يا اما سيلينيوم اي سي اي لمده ثلاث شهور ويريك تاني السيمن اناليسيز. طيب لقيت الهيستروجرام الهيستروسالبنجيوغرافي بتاعها مش حلو زي حاجه زي كده، هتعمل ايه؟ هتريفير لاي دي اف سنتر. طب لقيت الهيستروجرام نورمال بس لقيت في التحاليل بتاعتها البروجستيرون
2 نانوغرام بير مليليتر في داي 21 هتعمل ايه؟ reduction of ovulation بايه؟ كلوميد اللي هو كلوميفانس 3 اكلوميد انت كجي بي هتعمله ولا لا؟ انت كجي بي بتعمله الجي بي بيدي كلوميد الجي بي يدي كلوميد ما يديش حقن اللي هو الحاجات الحقن اللي هو جي ان ار اتش اتش ان جي وكده ما يديهاش ليه؟ لان الكومبليكيشنز بتاعتها انت يو كان نوت ديل معاها الكومبليكيشن بتاعتها عاليه ممكن يعمل هايبر ستيميليشن سيندروم فبالتالي ما تديش الحقن لكن كلوميد ممكن تدي كلوميد فبتدي كلوميد ايه الدوز بتاعه الكلوميد اللي انت بتديها؟ ايه المينيمم دوز اوف كلوميد؟ اللي هي هاف فور تايمز 50 هو التابلت 50 فبندي 1 تابلت افري 12 اورز دي المينيمم دوز المينيمم دوز اوف كلوميد 1 تابلت افري 12 اورز من داي 2 لمده 5 ايام من داي 2 لمده 5 ايام فهي دي الدوز اللي انت بتديها للكلوميد خلاص فبتدي لها اندكشن اوف اوفيليشن باي كلوميد او بتدي لها اندكشن اوف اوفيليشن باي كلوميد لان الهايبر ستيميليشن سيندروم معاه بيبقى قليل قوي قوي وانت اساسا مدي الليست دوز بتاعتها ولازم تبتدي بالليست دوز على فكره يعني مش معنى مثلا البروجستيرون بتاعك طلع 1 ولا طلع صغير قوي ما تديوش الليست دوز تاني هنقول الدوز بتاعتنا 50 هو التابلت 50 ملي جرام فبتدي 1 تابلت افري 12 اورز لمده 5 ايام ايوه 5 ايام دول يبتدوا منين برضو من داي 2 اوف ذا سايكل لمده 5 ايام اوكي ممكن ادي كلوميد كام مره قبل ما ريفير كويس هو دلوقتي انت بتدي كلوميد الليست دوز اوعى تبتدي بالماكسيمم دوز هي ايه الماكسيمم دوز 5 تابلتس بير داي 5 تابلتس بير داي خلاص دي الماكسيمم دوز نيفر ايفر تبتدي بالخمسه تابلتس ابدا لان انت يو نيفر نو الريسبونس بتاع عيانتك هيبقى شكله ايه ويعمل لك هايبر ستيميليشن فلازم تبتدي بالليست دوز دي قد ايه السايكل دي حصل بريجنسي اوكي ما حصلش بريجنسي تريبيت ثلاث مرات 3 شهور ورا بعض لو في الثلاث شهور ورا بعض برده ما حصلش بريجنسي الشهر اللي بعده بنزود بنديه كل 8 ساعات يعني دي ثلاث اقراص بدل ما ادينا قرصين وبعدين نمشي بالقصه دي نزود ما حصلش بريجنسي نزود لحد 4 اقراص ما حصلش بريجنسي نزود لحد 5 اقراص 3 شهور وبعدين يبقى فيلد كلوميد تليفون بريفيرال محترم جدا كده للاي في اف سنتر كويس عشان تقول لهم ان البيشنت دي عملت لها البرايمري ورك اب اوف انفيرتيليتي طلعت انوفيلاتري وفيلد كلوميد فيلد كلوميد دي معناها ان هي شي توك الماكسيمم دوز اوف كلوميد فور 3 سكسيسيف سايكلز ونو ريسبونس نو اوفيليشن اند نو بريجنسي فتبعتها بالريفيرال ده عشان هو ما يبتديش بقى بالكلوميد يبتدي بالاتش ام جي او يبتدي بالحقن بقى تحاول معاها سنه كامله بالكلوميد بالظبط كده بتحاول طبعا لو هي كانت سنها كبير من الاول مثلا جايه لك وهي 35 سنه ولا حاجه كده مش هتعمل القصه دي بس هي جايه لك وهي مثلا حاجه 20 سنه وبقى لها سنه فبتبتدي انك انت تعملها اندكشن خصوصا انك انت بتعملها اندكشن عشان هي فعلا انوفيلاتري فبتجرب معاها الاندكشن ما جراش حاجه خالص ان هي بدل ما تبعتيها وهي عندها 24 سنه بعتيها وهي عندها 25 سنه ما جراش اي حاجه خالص لان هما كده كده كانوا هيعملوا الكلام ده يعني انت عملتي مش انك انت ما عملتلهاش حاجه لا انت ريفيرد هير ان هي فيلد كلوميد فما يبتدوش بقى هما بالكلوميد يبتدوا بقى بالاتش ام جي او بالستاب اللي بعدها فانت كجي بي هو ده البرايمري ورك اب اللي انت بتعمله هرمونال بروفايل بالانتربريتيشن بتاعه ومهم تعمل هرمونال بروفايل لان هي لو طلعت انوفيلاتري انت هتبتدي تديها كلوميفان سيتريت وتديها كلوميفان سيتريت بالدوزس اللي احنا قلنا عليها لحد ريتشنج الماكسيمم دوز لو مع الماكسيمم دوز فيلد اندكشن يعني ما حصلش اوفيليشن على الماكسيمم دوز دي يبقى ساعتها هتريفير لاي في اف سنتر لو لقيت ان هي عندها من الاول حاجه مشكله في الهيستوري بتاع البنجاجرافي بتاعها يبقى هتريفير برده لاي في اف سنتر لو لقيت ان هي عندها مشكله في اليوترس يعني لقيت مثلا في بوليب لقيت فيه مش عارف سابيوكس مايوما في مكان الامبلانتيشن كده هتريفير لجاينيكولوجيست بحيث ان هي تشيل بقى البوليب ولا تشيل لها السابيوكس مايوما اللي هي بريفنتنج الامبلانتيشن لقيت السيمن اناليسيس بتاع جوزها مش حلو بس حاجه بسيطه فبتديله فيتامينز ومالتي فيتامينز ومينرالز 3 شهور ويعيد تاني السيمن اناليسيس اتحسن بتكمل معاهم عادي ما تحسنش التريفير لاندرولوجيست بنجرب 3 شهور وكل شهر بتزود الدوز بالظبط بعد 3 شهور تزود الدوز يعني انت على نفس الدوز لمده 3 شهور وتعالي بعد 3 شهور لو ما فيش ريسبونس ليه عشان كده الهايبر ستيميليشن مش هيحصل لان هيحصل ازاي اذا كنت انت ماشي معاها فيري جراديوال فيري جراديوال فبالتالي فعلا الكومبليكيشن تحصل لو انت مره واحده ايه ده القرصين ما نفعوش طب ما اديها 5 بقى المره الجايه لا هيحصل لك كومبليكيشن فانت عشان كده بتمشي بالقرصين 3 شهور ما نفعوش 3 اقراص 3 شهور ما نفعوش 4 اقراص 3 شهور ما نفعوش 5 اقراص 3 شهور ما نفعوش يبقى ليك واضح؟ واضح الانفيرتيليتي؟ سؤال بس في الهايبر ستيميليشن سيندروم هو ليه كل الكيسز
تيجي بايدينا واكسايتد. هو الهايبر ستيميليشن سندروم اللي بيحصل فيها ان هو برضو الفاسكولاريتي الاندوثيليوم الاندوثيليوم فانكشن بتبقى افكتد, بحيث انه بينكريز البرميابيليتي. بينكريز البرميابيليتي يعني بيحصل لها ايه؟ هيمو كونسنتريشن جوه, لان السيلز بتفضل جوه لكن البلازما بيطلع لبره. ايوه يعني لما البلازما طلع لبره حصل ايه؟ عمل لك ايديما. ايديما في كله بقى, ايديما سكن, ايديما بلورال افيوجن اسايتس بتاع, يعني كله ايديما. نفس الفكره على فكره اللي بيحصل في ايه؟ في البي اي اتش. البي اي اتش ماسكلين اندوثيليال سيل دامج بيحصل نفس القصه برده, هيمو كونسنتريشن كده جوه وبره يبقى فيه ايديما. فهو نفس الحكايه بتحصل مع الهايبر ستيميليشن سيندروم, فبنلاقي ان هو افكشن للبلاد فيسلز, فبقى عندها هيمو كونسنتريشن جوه, فبنخاف قوي تجيلها ثرومبوزس او كده, ومن بره بقى عندها ايديما. فطبعا دي لازم تبقى ادميتد لاي سي يو عشان برده بيبقى عندهم الكترولايت ديستربنس, فيظبطوا بقى الالكترولايت ويدوها البومين وكده لحد ما كل ده يبقى ريزولف. ولو كانت هي بتاخد مع في الاي بي اف سنتر اندكشن اوف اوبريشن كده, لازم بيابرابتوا السايكل دي ويبطلوا الميديكيشنز اللي هي بتدي. ده مش السكوب بتاعكم خالص, يعني ده مش السكوب بتاع جي بي الهايبر ستيميليشن, ده سكوب بتاع اي بي اف سنتر المانجمنت بتاع الهايبر ستيميليشن. واضح الانفيرتيليتي؟ يعني لما تجيلكوا كيس انفيرتيليتي في العياده تعرفوا تعملوا لها مانجمنت ازاي, سواء انفستيجيشن بالانتربريتيشن بتاعه ايتش انفستيجيشن, والبرايمري تريتمنت سواء للهازبند اللي هو المالتي فيتامينز او ليها اللي هو الاندكشن اوف اوبريشن. ده السكوب بتاعكم كجي بيز. سؤال؟ PIH اللي هو ايه؟ Pregnancy induced hypertension اللي هو hypertension with pregnancy. في سؤال في الانفيرتيليتي؟ الكلوميد المينيمال دوز بتاعتنا قرصين في اليوم. هو القرص اصلا اللي موجود في السوق 50 مللي خلاص, فبتديها 1 تابلت every 12 hours for 5 days. يعني بتدي من day 2 of the cycle 1 tablet every 12 hours for 5 days. وبعدين طب همونيتور ازاي؟ اقول لها فوتي يومين وتعاليني عشان نعمل فوليكلومتري, نشوف بقى الفوليكل حجمها قد ايه. يعني تجي لك على اليوم مثلا العاشر ال11 ال12 بتشوف السايز اوف ذا فوليكلز. لو وصلت لحد 2 سنتي دي يبقى السايز اوف ذا فوليكل حلو. لو ان هي لقيتها لا لسه سايز اوف ذا فوليكل صغير, يبقى انت كده معناها انه الدوز دي مش نافعه, ما بتكبرش الفوليكل. طب لقيت لا هي وصلت فعلا للسايز كويس بس ما حصلش بريجنسي, خلاص استمر على هذه الدوز المره الجايه خلاص مع تايمد انتركورس. تقول لها ان هو يحصل انتركورس. يحصل انتركورس امتى؟ ايه التايمد انتركورس؟ ازاي اقول لها تايمد انتركورس؟ من اليوم العاشر لنزول البيريد, داي 10 اوف ذا سايكل كويس. ده الاسبوع, بدايه الاسبوع بتاع الاوفيليشن. يعني الاسبوع ده هو اللي ممكن يحصل فيه بريجننسي, فيحصل انتركورس يا اما يوم او يوم لا, يا اما ديلي وانس ماكسيمم وانس. الاحسن دي افتر داي ولا ديلي؟ دي افتر داي احسن عشان الكواليتي اوف سبيرمز اللي بتطلع خلاص. لان لو ديلي او كذا مره في اليوم الكواليتي بتبقى مش حلوه بتاعه السبيرمز, فمش هتعمل فيرتلايزيشن كويس. فاحسن ان هو يبقى دي افتر داي, يوم او يوم لا كويس. يحصل في خلال الاسبوع ده يحصل تايم انتركورس يوم او يوم لا عشان يحصل بريجنس. اوكي طبعا لو حجم الفوليكل لقيته صغير, لقيت ان انت وانت بتعمل لها الفوليكلومتري بتاعك لقيت حجم الفوليكل بتاعها 12 ولا 13 ما بيكبرش, وهي اساسا المفروض الفوليكل بيحصل لها اوفيليشن من 18 ل 20 ملي خلاص. حجم الفوليكل اصلا كان صغير, يبقى غالبا الدوز بتاعه الكلوميد بتاعتك دي كانت قليله, بس تتاكد ان هي اخذت الدوز صح. اوكي واضح الانتربريتيشن والفولو اب بتاع الكلوميد اللي هو بتعملها فوليكلومتري. وانت كجي بي لازم تعمله الليفل 1 الترا ساوند اللي هو البيزك الترا ساوند, انك تشوف اليوترس, تشوف الاوفري, تشوف الفوليكل, تشوف البيبي. يعني هي دي الحاجات اللي انت المفروض تبقى عارفها في الالترا ساوند. سؤال في الانفيرتيليتي, لان انتوا يو هاف تو مانج الكيسز بتاعه الانفيرتيليتي اللي هي البرايمري كيسز اوف الانفيرتيليتي. شو الالترا ساوند؟ انا الالترا ساوند ولا انا فندم؟ لا ما كناش على الالترا ساوند لسه. لا الالترا ساوند ما كناش عليه. واضح؟ طيب لو عايزين تبصوا, بس هي الالترا ساوند لازم نبص عليها كصور. شايفين المنظر ده؟ طبعا الفوليكل اللي بتبان لك كوره كده لونها اسود. طيب هي دي سيست على الاوفري ولا دي فوليكل ولا دي ايه؟ بتقيسها. لو طلعت ان هي اكتر من 2.5 سنتي, لا دي غالبا مش فوليكل, دي اوفيريان سيست فانكشنال. اوفيريان سيست بالمانجمنت بتاعها اللي قلناه موفر. لكن لو طلعت فوليكل دي فوليكل حلوه قوي وفوليكل 2 سنتي وكده, اهي دي اباوت توفيليت. يعني هو دايما هيحصل لك تبويض النهارده هيحصل تايم انتركورس عشان الفوليكل دي هتوفيليت. دي حجمها كويس وحجمها كبير, فبالتالي دي اللي بيحصل منها اوفيليشن. فانتم البلاك اللي في النص ده ايه؟ ده فوليكل, ودي فوليكل ثانيه صغيره لسه ما كبرتش. فاحنا بنشوف الدومينانت فوليكل الكبيره ده الاوفري بس.
ده كله اوفري الاوفري خلاص. فانت بتشوفي بقى الدوميننت فوليكل او الفوليكل الكبيره دي حجمها قد ايه بنقيسها بالسونار. لو لقيتيها ان هي 18 ملي 20 ملي يعني 2 سنتي اه دي اباوت اوفيليت ودي دوميننت فوليكل. مش مهم الفوليكلز الصغيرين ما هو اكيد هيبقى في واحده كبيره والباقيين صغيرين بنقيس الكبيره. الكبيره عباره ايه؟ لان هو الاوفيليشن بيديبند على الدوميننت فوليكل. هو ده اللي هيحصل النهارده وانس ما حصل لها اوفيليشن الباقيين دول هيبقوا اتراتيك مش هيكملوا كبر مش هيكبروا بقى خلاص لان ال اتش سيرج حصل فبقيه الهرمونز خلاص هيبقى حصل لها ويزبور. اوكي فده ازاي ان احنا بنفولو اب لما بتدي كلوميد. ايوه ادي كلوميد وبعدين اعمل ايه يعني؟ ادي كلوميد واقول لها تعالي لي بقى على اليوم العاشر عشان تشوف الدوميننت فوليكل اخبارها ايه وحجمها وصل لقد ايه. لو لقيت ان هو 2 سنتي بتقول لها انه يحصل تايم انتركورس. لقيت ان حجمها صغير يبقى دي غالبا مش هيحصل اوفيليشن على الدوز دي بتاعت الكلوميد فانت محتاج انك انت تروح مزود الدوز بتاعت الكلوميد. واضح؟ في سؤال؟ يبقى ده بالنسبه للانفيرتيلتي. في سؤال في الانفيرتيلتي؟ طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عليها في قصه الجاينيكولوجيكال كلينيك اللي هو البرولابس. ايه انواع البرولابس؟ يوتراين وفجاينا. بالظبط كده. اللي احنا ممكن نشوفه في البرولابس ان هو اما يوتراين برولابس يا اما فجاينا برولابس يا اما الفجاينا الول تنزل. الفجاينا الول دي وول واحده ولا اثنين ولا ايه؟ هما اللاترال وولز دول مش وولز دول بوردرز. لكن انا عندي انتيرير وول وبوستيرير وول. انتيرير وول دي ريليتد لمين؟ للبلادر يورينري بلادر. فبالتالي لما تنزل الانتيرير وول اوف ذا بلادر بتبقى اسوشيت معاها ايه؟ سيستوسيل. اسوشيت معاها بوستيرير وول اوف ذا يورينري بلادر فبالتالي يبقى اسمها سيستوسيل. فلو نزل لو عندنا برولابس اوف ذا انتيرير فاجينا وول بنسميه سيستوسيل. طب امال بوستيرير فاجينا وول ريليتد لمين؟ للريكتوم. فلو حصل برولابس للبوستيرير فاجينا وول ينزل معاها ايه؟ ريكتوسيل. الريكتوم بالظبط. وممكن قوي يبقوا الاثنين ينزلوا مع بعض يبقى عندك انتيرير وبوستيرير او كومبايند سيستو ريكتوسيل. طب تعرف ازاي من قبل ما تقوم تفحص العيانه اذا كانت دي سيستوسيل ولا ريكتوسيل؟ سيمتومز. لو هي مديالك يورينري سيمتومز يبقى غالبا دي بنتكلم على سيستوسيل. لو مديالك ريكتال سيمتومز يبقى غالبا بنتكلم على ريكتوسيل. اوكي؟ طيب ده بالنسبه للفاجينال برولابس. يعني هي ممكن الفاجينال وول تنزل واليوترس مكانه. ممكن طبعا. ممكن جدا ان الفاجينال وول هي اللي تنزل واليوترس بالليجمنتس بتاعته السترونج ليجمنتس سواء اليوترس سيكرال والماكن رادز والبيوبس سيرفايكل دول في مكانهم كويس واليوترس في مكانه. طب ممكن العكس ان اليوترس يسقط اليوترس يبرولابس والفاجينال وول مكانهم. ممكن برضه. اليوتراين برولابس امال ايه التايبس بتاعته؟ يعني قلنا الفاجينال برولابس التايبس بتاعته سيستوسيل وريكتوسيل ودول يورينري سيمتوم دول ريكتال سيمتومز. طب امال اليوتراين؟ فيرست وسكند وثيرد ديجري. ازاي بعرف ده فيرست ولا سكند ولا ثيرد؟ الثيرد ده بره خالص ده اللي هو لو العينه حزقت او حتى من غير ما تحزق وانت لما تنيمها هتلاقي ان اليوترس كله لحد الفانتس طالع لك بره بره الفالفا ده الثيرد ديجري. طب امال الفيرست والسكند؟ السكند السيرفيس هو اللي يطلع بره لكن بقيه اليوترس بيبقى جوه الفاجينا. يعني بس السيرفيس هو اللي انت تشوفه اوتسايد ذا فالفا بس بقيه اليوترس ده جوه. امال الفيرست؟ نزل شويه تحت. شويه تحت ايه؟ ايه الريفرنس بوينت بتاعي؟ اسكاس بارت. بالظبط كده اسكاس بارت. ما هو الاكسترنال قص هو ده اللي هينزل. ايوه الاكسترنال قص احنا بنشوف الاكسترنال قص او السيرفيس اللور اند اوف ذا سيرفيس بيبقى على الليفل عام بي في على الليفل بتاع الاسكيال سباين. بعرف ازاي الاسكيال سباين؟ ان هو في زي شوكه كده في اللاترال بالبيك هول فانت بتبص الاسكيال سباين فين والاكسترنال اوس فين. لو الاثنين على نفس الليفل ده نورم ده مفيش برولابس. لو قلت العينه تحزق لقيت ان لا بينزل السيرفيكس عن الليفل بتاع الاسكيال سباين فدي عندها فيرست ديجري يوتراين برولابس. لو لقيت ان لا بينزل لدرجه ان انت شايف السيرفيكس بره الفالفا لكن بقيه اليوترس جوه يبقى ده سكند ديجري يوتراين برولابس. لقيت كله حتى الفاندس بره ده اسمه برسيدنشيا او ثيرد ديجري يوتراين برولابس. فده الانواع بس بتاعت البرولابس اللي هو عندنا سيستوسيل وعندنا ريكتوسيل وعندنا يوتراين برولابس. Are you going to manage البرولابس؟ هو المانجمنت بتاعه ايه الاول؟ سيرجن كله سيرجن. هتعمل برولابس؟ لا مش بتعملش برولابس بس عشان تبقى عارف لما تجيلك العينه تريفير كده بريفيرال محترم دي عندها مثلا سيستوريكتوسيل دي عندها مش عارف يوتراين برولابس فيرست ديجري او سكند ديجري او ثيرد ديجري. هو ده المطلوب منه. بس لو طلع عندها خلي بالكو اسوشيت ستريس يورينري انكونتيننس بنعمل ايه؟ يعني ايه ستريس يورينري انكونتيننس الاول؟ ايوه بالظبط كده. لما تكف بيبقى في انفولانتري اسكيب اوف يورين. لو جات لك العينه بهذه الشكوى ان هي بتقول لك ايه انا لو كحيت او عطست لا بلاقي البول بيسبقني ساعتها دي عندها يورينري انكونتيننس. انهي نوع؟ هو النوعين اللي شهيرين جدا يا اما ستريس يورينري انكونتيننس اللي هو ديو تو ويكنس اوف ذا سفنكتر فالتريتمنت بتاعه بيبقى سيرجيكال
كويس، يا اما ديتروزر اوفر اكتيفيتي يعني المسل الانفولنتري مسل بتاعه البلادر دي على طول عندها هايبر اكتيفيتي او اوفر اكتيفيتي، فالتريتمنت بتاعها بيبقى ايه ده؟ ميديكال، اللي هو باراسيتيك او اللي هو حاجه ميديكال. فده انت ممكن تعمله، ده اللي انت ممكن تعمله. عشان كده احنا البرولابس بنجيب سيرته، لان انت لو جات لك هي بستريس يورينري انكونتنس يبقى ومعاه يعني البرولابس او معاه ستريس يورينري انكونتنس، مهم ان انا اعمل لها يورين اناليسيس ويورو داينامكس. خلاص يورين اناليسيس عشان اشوف ده فيه انفكشن ولا لا، لان اشهر حاجه تعمل ستريس يورينري انكونتنس يكون هي عندها يو تي اي. فطبعا اليو تي اي انت هتعالجه، مش ممكن تبعتها لحد يعالج اليو تي اي، امال انت بتعمل ايه؟ انت لازم تعالج اليو تي اي. فانت بتبتدي تعملها يورين اناليسيس، طلع عندها باس سيلز ممكن تعمل لها كالتشر وسنسيتيفيتي وتدي لها الانتي بايوتيك اللي ريليتد. طب افرض ان هو لقيت ان هو مع اليورو داينامكس لا لسه برده هي عندها ستريس يعني عرفت الانفكشن ولسه برده هي عندها ستريس يورينري انكونتنس او عندها يورينري انكونتنس، ابعتها تعمل يورو داينامكس. اليورو داينامكس الريبورت هيرجع لك يقول لك ان هي عندها ستريس يورينري انكونتنس او اسمه يورو الثاني يورو داينامك انكونتنس اللي هو ديو تو ويكنس اوف ذس فينجر. ده تريتمنت سيرجيكال ريفير لحد ان هو جاينيكولوجيست يعمل لها العمليه. جالك الريبورت ان هي دي ديو تو اوفر اكتيف بلادر او ديتروزر انستابيليتي، يبقى ساعتها بتكتب لها الفاكس بريسوليتيك اللي هو الديتروزيتول 1 تابلت افري 12 اورز فور 3 ويكس. انت اللي تكتبه بقى، انت مش هتبعته لحد. يعني لو هي رجع لك الريبورت بتاع اليورو داينامكس ان هي عندها ايرج انكونتنس او اوفر اكتيف بلادر او ديتروزر انستابيليتي كلهم حاجه واحده، التريتمنت بتاعنا ميديكال اللي هو بتكتب لها الباراسيمباثوليتيك ده اللي هو زي اللي موجود في السوق اسمه ديتروزيتول، فبتكتبه 1 تابلت افري 12 اورز فور 3 ويكس، هي دي الدوز بتاعته. بترجع لك العينه ان هي بقت متحسنه او ما بترجعلكش لان هي فعلا متحسنه. فكل الرول بتاعك في قصه البرولابس اند ستريس انكونت او يورينري انكونتنس انك انت تشوف دي يوتراين ولا فاجينال برولابس عشان في الريفيرال بتاعك، ولو هي معاها ستريس انكونتنس او معاها يورينري انكونتنس تعمل لها يورين اناليسيس اند تريت اليو تي اي اف بريزنت، وتعمل لها يورو داينامكس. لو طلعت اورج انكونتنس بتكتب لها التريتمنت بتاعها، لو طلعت لا دي بس ديو تو السفنكتر هو اللي فيه مشكله يبقى بتريفير فور اوبريشن. دكتور انا فاهمه مين اول بتريفير لحد يورو جاينيكولوجيست او جاينيكولوجيست. ايه الجاينيكولوجيست سوري. ثانيا ماشي ده اسمه ديتروزيتول، هي ديتروزر مثلا ديتروزيتول. اوكي وانت كل ايه؟ كل 12 ساعه لمده 3 اسابيع. في سؤال يا دكاتره في البرولابس؟ دكتور واحنا اللي هو ديتروزيتول ده مش معايا مش معايا ايه؟ لا انفكشن تريتد فيرست. يعني انت ممكن تتريتي الانفكشن والارش ده يروح، لان من ضمن الاسباب اريتيشن، فممكن الاريتيشن ده تكون ديو تو انفكشن. لو الاريتيشن ده مش ديو تو انفكشن، هي المصل نفسها فيها اريتابيليتي، فساعتها الديتروزيتول ده الرول بتاعه. اوكي لان ممكن تبقى الاوفر اكتيف بلادر دي يا دكاتره الاريتيشن ده ديو تو الانفكشن اللي موجوده، فونس يو تريت الانفكشن خلاص هي شي بي تريتد. بس افرض ان هو بعد ما انت تريت الانفكشن برضه السيمتوم ده لسه موجود، يبقى ساعتها هتجو فور تكتب لها حاجه عشان تنهبت الاوفر اكتيفيتي بتاعت البلادر دي. واضح؟ الانفكشن تبع الباشر ممكن طبعا نبتدي امباريكال. لو هنبتدي امباريكال هو ايه الموست كومن بكتيريا اللي بتعمل لنا ايكولا بالظبط كده، فبالتالي نكتب لها يا اما حاجه بنسلين او كيفالوسبورينز، عشان كده ده يعني ممكن تروح كاتب لها امبسلين او اي حاجه بنسلين او كيفالوسبورينز زي السيفروباي او واتيفر. يعني دول الحاجات اللي انت اللي 90% ديو تو ايكولا، فممكن تبتدي امباريكال بده لحد ما تطلع كالتشر سنسيتيفيتي، غالبا هيبقى سنسيتيف للانتي بايوتيك اللي انت بتديها. في سؤال؟ يبقى احنا كده خلصنا الجاني كلينيك، لان الحاجات اللي انت بتشوفها في الجاني كلينيك يا اما انفكشن فاجينال انفكشن وسيرفايكال انفكشن، يا اما ابنورمال يوتراين بليدنج، يا اما حاجه سيكينج كونتراسبشن، يا اما سيكينج فيرتيليتي او برولابس. هو الجاني كلينيك ما بتخرجش عن الحاجات دي. قليل قوي بقى لو جالك مثلا حاله امينوريه هتعمل ايه في الامينوريه؟ لو جات لك كيس اوف امينوريا هتعمل ايه؟ اول حاجه نعملها ايه؟ برايمري او سكندري. طب السكندري اول حاجه تعملها لها ايه؟ بريجننسي تست. بالظبط كده، لو سكندري يبقى تعملها بريجننسي تست كويس، او بقى ممكن تعملها بعد كده تي اس اتش وبرولاكتين، لان ممكن تبقى حاجه من الاسباب دي. طب لو برايمري، برايمري امينوريا اعمل لها ايه؟ اول حاجه بص على السكندري سكشوال كاركترز. طبعا اول ليه ابص على السكندري سكشوال كاركترز؟ مش بس كريبتو منوريا، يعني طبعا عشان الكريبتو منوريا هو اولا بس عشان مراجعه سريعه كده، هو ازاي المانسس دي بتنزل. احنا عندنا اكسس اسمه هايبوثالامو هايبوفيزيال اوفيريان اكسس، خلاص
فلازم الاكسس ده الهرمون الاكسس يعني لازم تبقى جينر اتش بالستيليتي نورمال عشان تستيميليت البيتيوتري جلاند سيكريت اف اس اتش وال اتش بالنورمال برده سايكلز بتاعتها عشان تستيميليت الاوفريتي سيكريت استروجين بروجستيرون. الاستروجين بروجستيرون ده يروح على الاندوميتريوم يورك على الاندوميتريوم يخليه بروليفريت وبعدين سيكريت وبعدين تنزل المانسس. تنزل المانسس ده ثرو التراكت اللي هو بيبقى بيتن تراكت مفيش عندي ولا سيرفايكال اتريزيا ولا ترانسبيرت فاجينال سيبتوم ولا امبيرفورتايمن. فهو ده ازاي المانسس بتنزل. فلازم يبقى عندي نورمال هرمونال اكسس اللي هو الهايبوثالاموس والبيتيوتري والاوفري. لازم يبقى عندي يوترس ريسبوندينج اندوميتريوم كويس. ولازم يبقى عندي اوت فلو تراكت بيتنت ما يكونش فيه اي اوبستراكشن في الاوت فلو اوت فلو تراكت. ليه الفيرست ستيب اللي انا بعملها ان انا ببص على السكندري سيكشوال كاركترز عشان اعرف ده الاكسس هو اللي فيه مشكله الاوفري فما فوقه. لان لو هو ما عندهاش سكندري سيكشوال كاركترز ده معناه ايه؟ ان الاوفري مفيش هرمونز فبالتالي ما عملتش السكندري سيكشوال كاركترز لان انت محتاج الهرمونز بتاعت الاوفري عشان تعمل السكندري سيكشوال كاركترز. فلو مفيش سكندري سيكشوال كاركترز يبقى الاوفريز دي مش شغاله يا اما الاوفريز مش شغاله او البيتيوتري او الهايبوثالاموس يعني كل الاكسس مش شغاله. طب لو هي عندها سكندري سيكشوال كاركترز يبقى انا الاكسس بتاعي شغال صح ولا لا؟ يبقى المشكله عندي يا اما يوتراين يا اما اوفلو تراكت اوبستراكشن. فعشان كده اول ستيب بتعملها ما توقفوش قدام حاله الامنوريه دي وايه ده هنعمل ايه يعني النواب ساعات بيعمل كده. انت اهم حاجه تبص على السكندري سيكشوال كاركترز موجوده تحمد ربنا لان انت كده عندك الاكسس. لان طبعا المشكله لو الاكسس عندي فيه مشكله هو انهي ليفل ده ولا ده ولا ده هعمل ايه وكده. لكن انت لو لقيت السكندري سيكشوال كاركترز موجوده هي يبقى ساعتها تقول لها تعمل ايه؟ سونار. تعملها طبعا اكزامينشن تطمن ان هي مش كريبتومنوريه مش انتربريت هايمن وروح اعملي سونار عشان تشوف اليوترس موجود ولا مش موجود وكده خلاص. فاول حاجه بتعملها الكيس اوف امينوريه لو سكندري طبعا بريجننس تيست. لو برايمري امينوريه تبص على سكندري سيكشوال كاركترز طلعت موجوده يبقى بتعمل لها اكزامينشن عشان الانتربريت هايمن وتبعتها تعمل الترا ساوند عشان تطمن اليوترس ده موجود ولا هي مش موجود. لو طلع انا كجي بي مسموح لي ان انا اشوف في امبروفمنت طبعا دكاتره. انتوا خلي بالكوا الجي بي ده دكتور ولا مش دكتور؟ لا انا قصدي ميديكال ليجل. ثانيه واحده بس. لا انت احنا ما بنكتبش ريبورت. انا كدكتوره نساء استشاري نساء وتوليد لا اكتب ريبورت عن الهايمن. الفورنسيك هو اللي بيعمل كده. انا ما بكتبش ريبورت عن هايمن يا دكاتره. انا مش وظيفتي وميديكال ليجلي مش المفروض ان دكتور النساء بيكتب ريبورت عن الهايمن. اللي يكتب ريبورت عن هايمن او عن اي حاجه هو دكتور الفورنسيك ما لناش دعوه بالقصه دي. لكن هل ده معناه ان انا ما عملتش اكزامينشن؟ لا طبعا اعمل اكزامينشن. وانتوا كجي بي بتعملوا اكزامينشن. انت هتعمل اكزامينشن مع الحاجات بتاعت الاكزامينشن هو يبقى موجوده مامتها موجوده شابيرون ولا النيرس تبقى موجوده دي الحاجات. لكن لازم تعملي اكزامينشن. طب اشمعنى بنعمل اكزامينشن للبريست بعمل بي في اكزامينشن بعمل بي ار اكزامينشن. طب اشمعنى الهايمن ما ببصش عليه؟ لا ببص عليه ببص عليه. ما انا دكتور وعارف يعني ايه هايمن وعارف يعني ايه ان الهايمن ده انتكت ولا الهايمن ده مش عارف ديفلوريتد ولا الهايمن ده امبيربريت هايمن. ما لازم انك انت تعمل اكزامينشن. عشان كده مهم في العياده انكم يعني تعملوا اكزامينشن للعيانين وقبل البي في على طول. انت انسبكت دايما تعود انك انت تانسبكت تشوف البالبا تشوف اذا كان سيركمسايزد ولا لا. لان كتير قوي بيجوا مثلا في قصه الانفيرتيليتي دي بيكومبلينوا وتبقى عندهم سكشوال بروبلم برده لكن هم زي ما كومبلينج من السكشوال بروبلم او تجي لك كتير قوي تقول لك بين وما تبقاش فاهم ايه بين يعني في ايه بين وهي تبقى اساسيها مثلا ديسبارونيا او فريجيديتي او حاجه من كده. فانت مهم انك انت تعرف النورمال شكله ايه عشان تقدر انك انت تدكت الابنورماليتي اللي موجوده. يعني تقدر تدكت اذا كانت ده ابنورمال مثلا عامله هي سيركمسيشن ولا لا في ابنورماليتي. لان في الحضره معانا المره اللي فاتت العياده كان في واحده جايبه بنتها بتقول دي محتاجه سيركمسيشن ولا لا. طبعا هو باي ديفولت بتنصح بعمل السيركمسيشن ولا عدم عمل السيركمسيشن؟ عدم بالظبط كده. لانه يعني مثلا انا بقالي قد ايه بشتغل لسه كتير يعني ولا 15 20 سنه كده ما شفتش واحده جايه محتاجه سيركمسيشن غير لو عند الولاده كانت عندها كونجنتال ادرينال هايبوبليزيا مثلا وامبيجو جينيتاليا وكلام من ده. لكن حد يبقى محتاج سيركمسيشن لا. هم بيبقى متخيلين ان هو لازم تبقى فلات. لا مفيش حاجه اسمها فلات. هو في اورجنز موجوده الاورجنز دي عشان هي موجوده عشان في اورجنز عشان في كليتورس عشان في ليبيا ماجوره عشان في ليبيا ماينوره. دول لازم بيبقوا موجودين مش ان ليبيا ماينوره طالعه شويه او الكليتورس طالعه شويه يبقى لازم يتشالوا. ما هو لازم يبقى طالع شويه ما هو لازم تبقى طالعه شويه. هو ده طبيعي عشان دول اورجنز موجوده. ايوه ايه وظيفه هذه الاورجنز؟ يعني هل الـ دول مسؤولين عن الديزاير ولا مسؤولين عن الساتسفاكشن؟ اراوزل يعني الديزاير. الديزاير بيجي منهم
لا لان هو مهم قوي، لان كتير قوي بيبقوا جايين دي عشان عشان نقلل الديزاير عندها فمش عارف ايه. لا هي هو الديزاير ده سنترال، لكن الساتسفاكشن والاراوزل وكده ده بيبقى هو ده اللي بريفيرال. فهي بيبقى عندها بيحصل له مشكله في الجواز ليه؟ لان هي الديزاير موجود، لان هي البرين احنا ما شلناهوش هو موجود، فبالتالي الديزاير هيفضل موجود. بس تيجي بقى في الساتسفاكشن هي دي بقى اللي مش موجوده، لان هي مهما حصل ما هو ما فيش الاورجنز اللي هي بتبقى بتاعه الاراوزل والساتسفاكشن، فدي مش موجوده. فيكمبلين الهازبند من فريجيديتي، لان هو مهما حصل في الانتركورس هي ما بتبقاش ساتسفايد خالص، بس بيبقى عندها ديزاير لكن مش ساتسفاكشن، وهي برده بتبقى متضايقه وبيجي لها بقى بالبيك كونجيشن وبالبيك بين وكده، وتجي لك بالبيك بين لان عندها بالبيك كونجيشن، لان على طول بيبقى في بالبيك كونجيشن، لكن عمر ما بيبقى يحصل لها بقى الاورجازم ومش عارف الساتسفاكشن وكده، ما بيحصلش السايكل بتاعه السكشوال سايكل نورمال عشان الاورجنز ده انت شلتهم. فبالتالي والعيانة مش عارفه في حد منكم كان موجود وكان بيشتغل على عيانة، في واحده دخلت معايا مامتها كانت يعني محترمه جدا very culture، اللي هو انا دخلت طبعا مامتها معاها لان هي فيرجن ولازم الام تبقى موجوده، فبتقول لي فقلت لها بصي ده كليترس وده مش عارف ايه وده الليبيا ماينوره مش محتاجه انها تتشال لان هو ده نورمال. قالت لي بس هما في ديسكريبنسي الاثنين مش قد بعض. اي على فكره لو انتوا ركزتوا قوي في عينيكوا الاثنين ودانكوا الاثنين براست الاثنين هتلاقوا مش سيمتريكال تيبيكال زي بعض، لازم يبقى في ديسكريبنسي بسيطه عادي، وصلنا الاحجام الحاجات الصغيره فاكيد الديسكريبنسي ممكن تبان، ده طبيعي. فطبيعي ان يبقى الليبيا الاثنين الليبيا ماينوره مش قد بعض بالظبط، فده عادي، ده برده عادي. ايوه يعني محتاجين نشيل دي ولا نشيل منها عشان يبقى ده اكتر؟ لا يا مدام مش محتاجين تشيلي منها حاجه، ده طبيعي ان هما ما يبقوش قد بعض خالص لان ده العادي. احنا لو شلناها هيحصل لها مشكله بعد كده في المارج والسكشوال السكشوال انتركورس وكده. فقالت لي اه فعلا انا عندي المشكله دي لان انا كنت سيركمسايزد فانا مش عايزه بنتي تبقى كده. فده مهم. يعني انا كنت زمان وانا صغيره لو حد جه يتكلم معايا على سيركمسيشن اقعد اقول له لا ده هيعمل لها مشكله مع الجواز وهيعمل لها مشكله بعد كده ويبقى في فايبروزس. عشان كده معظم الستات اللي تحت بتلاقي بنعمل لهم ابيزيوتومي لان البرينيوم ما بقاش الاستيك بقى، ما هو فيه فايبروزس. ايفن حتى لو الفايبروزس ده انتيريور ما هو كل البرينيوم مش الاستيك، فبتلاقي انك انت محتاج تعمل ابيزيوتومي. احنا وي ار نوت ابيوزنج الابيزيوتومي قد ما هو معظم الستات سيركمسايزد، فبالتالي الاريا دي فايبروز فمش الاستيك. يعني مثلا لو اشتغلت في الدول العربيه والسعوديه كمان ومش عارف الامارات وكده هم بيعملوش سيركمسيشن، فبتلاقي عندهم الريت اوف ابسيادهم قليل جدا. ليه؟ لان هو فعلا الاريا كلها الاستيك وكده ومفيش فايبروزس موجود في المنطقه دي. لكن احنا عشان بنعمل كتير فعلا سيركمسيشن للاسف لحد دلوقتي فبتلاقوا الاريا فايبروز، فهيعمل لها مشكله في المارج بتاعها والسكشوال انتركورس والسكشوال لايف بتاعتها، هيعمل لها مشكله مع الدليفري كويس وريجيد برينيوم، ممكن قوي يبقى عندها فايبروزس وديسبارونيا، فكلها مشاكل. غير بقى اللي هو ايميديت كومبليكيشن اللي هو لو حصل لها سبير بليدنج او كده زي الحكايات اللي بتسمعوها عن مش عارف مين ماتت وهي بيحصل لها سيركمسيشن والكلام ده. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين الاناتومي. ايوه بمعنى انك انت تعمل اكزامينشن. اه طبعا بنعمل اكزامينشن، لازم تعمل اكزامينشن، لازم تبقى عارف النورمال هاي النورمال ليبيا والنورمال كليترس وكده، واذا كان في اي حاجه فيها اي ابنورماليتي كويس فبتقول لها. اذا كان اه لا دي امبيرفكت هايمن فتريفير لجاينيكولوجيست عشان يعمل لها هايمناتومي، فهتريفير اه بس هتريفير ب يعني ريفير المحترم انت ماضي عليه كويس. طالما اسمك موجود على حاجه لازم يبقى حاجه محترمه، فانت اسمك ده محترم جدا، فبالتالي انت اول واحد هتريسبكت يور نيم ويور سيجنتشر اللي انت حاططها، واي حد بقى تبعت له ريفير ده هيقول اه دكتور ده محترم قوي بس هو بعت بريفرنس ازاي. وطبعا لو هي كريبتومنوريه اتس فيري اورجنت ان هي تروح وتتعالج عشان ما يجيلهاش اندومتروزس وانفكشن وحاجات كده. فطبعا بنعمل اكزامينشن، انت يور رول انت كجي بي بتعمل اكزامينشن كله سواء لميل او فيميل لصغيرين لكبار لفيرجن لفيرجن، انت لازم تعمل اكزامينشن. طيب يبقى الامينوريا بنعمل اول لو هي برايمري امينوريا بنبص على سكندري سيكشوال كاركترز موجوده، يبقى كده بنعمل اكزامينشن نطمن ان هو مش امبيرفكت هايمن، ونعمل الترا ساوند عشان نشوف اذا كان اليوترس ده يعني موجود ولا مش موجود. اوكي لو هي بقى ويزاوت سكندري سيكشوال كاركترز هو اللي هيبقى عندنا مشكله، تطلب لها ايه هرمون البروفايل؟ اف اس اتش ولا اتش؟ لو لقيتيهم عاليين يبقى اوفيريان ولا اه بالظبط كده يبقى اوفيريان. لو لقيتهم ان هم قليلين يبقى فوق بقى جينر اتش ما بيطلبش لان هو ده لبايل ومش موجود في البريفيرال سيركيليشن، فهو بتعتمد بس على الاف اس اتش والال اتش فبتعمله. طبعا هي لو عندها اف اس اتش والال اتش قليلين هنبقى قلقانين من بقيه الحاجات برده بتاعت البيتشيت اللي هو الاي سي تي اتش ومش عارف تي اس اتش وكده، فدي محتاجه ريبليسمنت لكل الكلام ده التراكشن والكلام من ده ريفير بقى لحد اندوكراين. فده لو هي برايمري امينوريا
فاللي انت لازم تعمله تشوف السكندري سيكشوال كاركترز بتاعتها عشان تقدر تجايد هير توديها ايه لجاينيكولوجيست ولا حد اندوكرينولوجيست لان عندها مشاكل تانيه كتيره ولا تجايد هير ازاي لان انت تراياجنج الجي بي ده اللي هو لو هي محتاجه حد سبيشالايز تعرف انك انت تجايد هير لان هي ممكن ما تبقاش عارفه هي تروح لمين او تعمل ايه. اول حاجه بريجنسي تيست وتي اس اتش وبرولاكتين يعني البريجنسي تيست لان غالبا هتبقى بريجننت ايه اللي يخليها يعني امينوريك وسكندري امينوريا فغالبا دي هتبقى بريجننت وبتعمل تي اس اتش برولاكتين لو بقى مشكله عندها في الثايرويد او في البرولاكتين ده برده ممكن يخلي يجيلها امينوريا. في سؤال يا دكاتره؟ انا تاني كده عيادة الجاني كلها خلصت في اي حاجات تانية شفتوها في عيادة الجاينيكولوجي؟ احنا اتكلمنا كده على انفكشن وبليدنج وكونتراسبشن وانفيرتيليتي وبرولابس وامينوريا فهي دي كل عياده الجاينيكولوجي ما فيش اي حاجه ثانيه ممكن انك انت تشوفها بعد كده. ايه السكندري سكشن كاركترستكس اللي ممكن نعتمد عليها؟ البريست ديفلوبمنت والبيوبيك هير والاكزيليا هير هو ليهم على فكره اوردر يعني هي بيظهر الاول البريست من فوق لتحت على فكره هم بيظهروا بالاوردر البريست وبعدين البيوبيك هير وبعدين المانسز وبعدين الاكزيليا بنرجع لفوق تاني للاكزيليا هير. فانت اول حاجه تبص عليها البريست لان اول حاجه بتحصل اللي هو التلارك او البريست ديفلوبمنت وبعدين بعد كده البيوبيك هير وبعدين المانسز تنزل كويس وبعدين بعد كده اخر حاجه الاكزيليا. فانت لو هي جايه لك بامينوريا اطمن البريست والبيوبيك هير موجودين ولا لا. لو موجودين هتطمن الام ان هو في سكندري سيكشوال كاركترز فغالبا المانسز هتنزل او كده. لكن لو لقيت ان هي عندها بريست وبيوبيك هير ومفيش مانسز وعندها اكزيليا هير ده نورمال؟ لا نورمال ده كده في فعلا امينوريا لانه كان المفروض ان هو المانسس تبقى موجوده لان باي اوردر لازم ان هي المانسس تبقى موجوده قبل ما يبقى الاكزيلري هير موجود فكده غالبا في مشكله ما حصلت فممكن فعلا تبقى كريبتو منوريا. اوكي يعني لو لقينا في مشكله ان هو الاكزيلري هير ظهر هنبص على طول على السونار عشان ما هو دول السكند سيكشوال كاركترز اللي انت بتبصي عليه. فدول السكند سيكشوال كاركترز بنبص عليه لقينا بريست ولقينا بيوبيك هير ولقينا اكزيلري هير طب المانسس راح فين ما كان المفروض المانسس تبقى موجوده فساعتها تبص بقى هو في كريبتو منوريه ولا لا في امبيرفكت هايمن يعني ولا لا وتبصي على الالترا ساوند نشوف اذا كان بريزنس اور ابسنس اوف يوترس يعني ما تاخدش بقى مولارين اجانسز ولا اندروجين سنسيتيفيتي ولا حاجه من دي. في سؤال يا دكاتره؟ خلاص عياده الجاني تمام نقفل عياده الجاني ونفتح عياده الابس. طيب اوبستريك بقى طيب عياده الاوبستريكس بقى عياده الاوبستريكس انتوا المفروض كدكاتره امتياز تمشوا عياده الاوبستريكس لوحدكم لان عياده الاوبس سهله جدا. انت اولا اللي بتعمله هل هو هاي ريسك بريجننسي ولا النورمال بريجننسي انت كجي بي يو ار فولوينج اب انتي نيتد كير فور هاي ريسك بريجننسي ولا فور نورمال بريجننسي؟ فور نورمال بريجننسي بالظبط كده انت فولوينج اب فور نورمال بريجننسي فحتى لما توزعوا في التكليف وكده في الوحدات الصحيه هيجي لك عيانين او الستات دول مش عيانين دول ستات عاديين بيتابعوا حمل متابعه الحمل العاديه. في بيزكس كده لازم تبقى عارفينها في متابعه الحمل العاديه ايه هي؟ يعني اول لما تجيلك في المتابعات هو اولا ايه الانتي نيتال كير بروجرام؟ بروجرام ده يعني بتقول للعيانه هتجيلك كل قد ايه؟ اول ما عملت بريجننسي تيست مبروك يا مدام انت حامل هتجيلك كل قد ايه؟ كل اول ست شهور بتجيلك كل شهر يعني بتجيلك شهريا لحد الشهر السادس طيب وفي السابع والثامن كل اسبوعين وفي التاسع كل اسبوع بالظبط كده فهو ده الانتي نيت كير بروجرامز او هي دي الفيزيتس اللي انت بتقول للست عليها اول ما بتاعها البريجننس تيست بتاعها يبقى بوزيتيف ما دام انت هتعملي متابعه حمل او يعني ايه دكتور متابعه حمل دي؟ يعني هشوفك مره كل شهر وبعدين لحد الشهر السادس في الشهر السابع والثامن مره كل اسبوعين وفي الشهر التاسع هتجيلي مره كل اسبوع. ايوه هنعمل ايه في هذه المتابعه؟ يعني انت ايه اللي بتعمله بقى لما بتجيلك في كل فيزيت من دول؟ ضغطها ووزنها واطلب منها سي بي سي ويورين اناليسيس دول الانفستيجيشن حتى هتقول لها كل مره وانت جايه لي ابقي عامله السي بي سي صوره دم كامله واليورين اناليسيس دول. طب ليه سي بي سي ويورين اناليسيس؟ لو انامك ايفن حتى لو هي شي از نوت كومبلينينج يعني هي 10 هيموجلوبين وهي متعوده طول عمرها هيموجلوبين 10 لا ما ينفعش الحمل تبقي 10 لان انت مع الولاده هيبقى في لوس اوف بلاد سواء كانت فاجينال دليفري 500 سنتي او سيزارين سكشن ده 1000 سنتي فبالتالي ما ينفعش تدخل واحده انامك في ليبر والا يجي لها بوست بارتم هيمرج اتونيك بوست بارتم هيمرج لازم اليوترس ده يوصل له اكسجين كويس يعني يبقى في كميه هيموجلوبين كافيه عشان ما يبقاش في اتونيك بوست بارتم وان هو يكونتراكت معاه فبالتالي حتى لو هي انيميا non-symptomatizing it should be treated.
بلس يورين اناليسيس. ليه يورين اناليسيس؟ يو تي اي برضو حتى لو هي اسيمتوماتيك بكتيريولوجي، لان اليو تي اي ده حتى كومبلينينج او فريكوينسي ديسيوريا وكلام من ده، لكن ايفن في الاسيمتوماتيك بكتيريولوجي ات شود بي تريتد، لان 25-35% من الاسيمتوماتيك بكتيريولوجي بيتحولوا لبايلو نيفرايتس مع كومبليكيشن ماتيرنال وفيتال ليهم. فبالتالي من قبل ما يبقوا سيمتوماتايزنج، من هو اسيمتوماتيك بكتيريولوجي لازم تديلها تريتمنت. فعشان كده ده روتين تعمل الحاجتين دول، سي بي سي ويورين اناليسيس، وتاخد تريتمنت لو لقينا ان في انيميا، وتاخد تريتمنت لو لقينا ان في عندها باس اميورين ايفن لو هو مش سيمتوماتايز. بس خلي بالك اليورين اناليسيس ده برده سكريننج، ليه؟ هيوريك اذا كان في جلوكوز اليورين ولا لا، هيوريك اذا كان في البومين اميورين ولا لا، عشان تبقى انت برده شايف لما تخشش هي منك في جيستيشنال دايابيتس ما تخشش في بري كلامسيا بالظبط كده. لكن الاساسي بنعمله عشان تبص على في الباس سيلز اذا كانت موجوده ولا مش موجوده، ولو لقيت ان هو في باس سيلز يبقى ساعتها لازم تاخد تريتمنت ايفن لو هي كانت مش سيمتوماتايز. ايه التريتمنت اللي هتديها لها لو لقيت يو تي اي؟ نفس لا بس هتديها ايه؟ قول برضه بالظبط كده. امبسلين كويس، امبسلين فيري سيف ايفن، ده كاتيجوري بي، ده حتى في الفيرست تريمستر كاتيجوري بي، فتكتب له هولا عنياني على طول. امبسلين كويس اللي هو بتديه 500 ملي جرام كل 8 ساعات لمده اسبوع او اسبوعين كويس. فده اللي هو لو هي طلع عندها يو تي اي. طب لو طلع السي بي سي عندها انيميا بديله حديد. حديد بالظبط كده. طب فيرست ترايمستر هديها حديد؟ لا. امال البنت ايه بقى في فيرست ترايمستر؟ فوليك اسيد. بس فوليك اسيد عشان ده بيعمل نيورولوجيكال ديفلوبمنت للبيبي، بيساعد على نيورولوجيكال ديفلوبمنت، واساسا النيرف سيستم بيتكون في فيرست ترايمستر، فعشان كده ده الوقت بتاعه. مش تيجي لك مثلا في الرابع تقول لك اصل ما خدتوش اول 3 شهور، تاخده 3 شهور دلوقتي، ما خلاص ما النيرف سيستم اتكون، يعني هو الدور بتاعه في اول 3 شهور. ففي الفيرست ترايمستر بندي بس حديد، سوري بندي بس فوليك اسيد، ما بديش اي حاجه ثانيه، ده الفيرست ترايمستر. طب امال السكند والثيرد ترايمستر؟ كالسيوم وايرون ومالتي فيتامينز. بالظبط كده، كالسيوم لان ده تكوين البونز بتاعت البيبي وكده محتاجه اكسترا كالسيوم، وايرون عشان كده كده عندها فيزيولوجيكال انيميا عشان الحمل، فما تخشش في مور اند مور انيميا، فانت بتكتب لها على ايرون سبلمنتيشن. ومالتي فيتامينز لو كانت الاكل بتاعها مش كفرين كل المالتي فيتامينز اللي هي محتاجاهم، فبتبطل الفوليك اسيد وتكمل على مالتي فيتامينز. احنا بنتكلم على نورمال بريجننسي، مش هاي ريسك، يعني ما فيهاش اي ريسك فاكتورز، ولا ريسك فاكتور للهايبرتنشن ولا دايابيتس ولا اي حاجه، فده نورمال بريجننسي بنعمل فيه. يبقى هي لو جات لك اول مره خالص، مش بس بكتب لها سي بي سي ويورين اناليسيس، اول مره تشوف العيانه الحامل دي او ار اتش لازم بلاد جروب، وايه كمان في كده ليستد انفستيجيشن بتطلبها من العيانه، لان هي دي سكريننج. انت اول مره تشوف الحامل دي بنطلب ليفر وكيدني وبي تي وبي سي وراندوم بلاد شوجر مع اليورين اناليسيس والسي بي سي. دول الحاجات اللي هو روتين بتعملهم مع اول واحده تجيلك، انا براجنس ستاتس بوزيتيف، طب الحمد لله الف مبروك يا مدام، اعملي لي بقى ار اتش بلاد جروب سي بي سي ليفر فانكشن و اي اس تي و اي ال تي كيدني فانكشن في صوره يوريا وكريات و بي تي بي سي و اي ان ار وراندوم بلاد شوجر كويس. هما دول مع السي بي سي طبعا واليورين اناليسيس، دول بتعملهم اول مره بس في الحمل، ما بتضطرش انك انت تعملهم تاني غير عند الولاده، غير عند الولاده انك انت تعملهم. اي ار اتش نيجاتيف لازم اديها انتر ار اتش ولا لازم اشوف الاول بالبنك بتاع الجوز؟ ممكن تشوفي بتاع الهازبند عشان الحقنه غاليه، فعشان لو هو ار اتش نيجاتيف خلاص ما يبقاش ما يبقوش هما كونسرنت خالص بقصه الار اتش دي. فلو هي طلعت ار اتش نيجاتيف، طب نشوف الهازمنت، ما احنا قدامنا وقت، قدامنا 9 شهور، فتشوفي الهازمنت. لو طلع نيجاتيف خلاص ينسوا الموضوع، لو طلع هو بوزيتيف يبقى بتقولي لها لو نزل عليكي دم في اي وقت حتى لو ثريتند ابورشن او كده لازم تاخد الحقنه، وفي الاسبوع ال 28 بتديها بروفيلاكتيك دوز، وبعد الولاده ايميديتلي بعد الولاده خلال 48 ساعه خلال يومين من الولاده لازم تاخد الحقنه. اوكي فده الار اتش، وعلى فكره ده مهم جدا ليكوا كجي بيز لان هو ده دوركوا. فانت لو انت يمست انك انت تعمل لها ار اتش، او يمست انك انت تديها الحقنه او تسكر اباوت الحقنه دي، فانت دخلتها في كل البريجننسيز اللي بعد كده فيهم مشاكل ولن تحل، لان حلها انك تغير دم العيانه، فما فيش هو الانتي بادي بيبقوا موجودين في دم العيانه، فبالتالي اول بيبي بس هو اللي نجا، لكن كل البيبيات اللي بعد كده هيبقى عندهم مشكله. فبالتالي مهم جدا قصه الار اتش دي ان احنا نعملها، ولو هي ار اتش نيجاتيف لازم تحسسها باهميه هذا الموضوع عشان لو كملت متابعه مع اي حد او ما تابعتش او اتابر تبقى هي عارفه ان هي لازم لو اي دم نزل عليها تاخد حقنه الار اتش، وعن 28 اسبوع بتاخد حقنه الار اتش، وبعد الولاده بتاخدها خلال 48 ساعه، مش مثلا بعد اسبوع ولا اسبوعين، لا خلال 48 ساعه من الولاده، يعني هي تيجي تولد ومعاها الحقنه. اوكي يبقى ايه اللي بنعمله في الانتي نيتال كير؟ اول حاجه بنديها اول 3 شهور فوليك اسيد. طب وانفستيجيشن فول لابس في اول مره اشوفها فيها، لكن في كل ريتورن فيزيتس اللي بعد كده هو بس سي بي سي ويورين اناليسيس. طيب السونار بقى بنعمله كم مره او ازاي او ايه؟ كل
في كل فيزيت ده ابيوز يعني في كل لو احنا كان عندنا تامين صحي او كده زي بره مثلا في UK او في اي حته في الدنيا فيها تامين صحي هما 3 الترا ساوند بس واحد في الفيرست ترامستر واحد في السكند واحد في الثيرد ايه بقى وظيفه كل واحد دول في الفيرست ترامستر عشان تشوف اذا كان هو انترا تراين ولا اكسترا تراين بريجنسي مهم جدا طبعا اول ما البريجنسي تست بوزيتيف تبقى اشوف هو انترا تراين ولا اكسترا تراين بريجنسي واذا كان سنجل ولا مالتيبل واذا كان في بالسيشن ولا ما استقبلش عشان كده بنعمل فيرست ترامستريك الترا ساوند سكند ترامستريك الترا ساوند اللي هو بيبقى تقريبا من 16 ل 20 اسبوع او لحد 24 اسبوع ده اسمه فور انوماليس سكان سكريننج فور انوماليس سكان لو انت كجي بي مش عايز تعمله او مش عارف تعمله او عايز تبقى مطمن فانت ممكن تقول لها لا سكند ليفل فريفير هير لاي مركز اشعه بحيث ان هو يعمل لها سكند ليفل الترا ساوند ده مش 3 دي على فكره ده سكند ليفل الترا ساوند يعني الترا ساوند بس على ليفل اعلى بحيث ان هو يشوف اذا كان في اي كونجنتال اناماليز موجوده في البرين في الهارت في كده فده سكند ليفل الترا ساوند 2D بس سكند ليفل يعني حد يعني مور سينيور يعمله او يعني ان هو عارف بيدور عليه كويس ده انوماليز سكان الثيرد ترامستر بنعمل برده سونار عشان نشوف الجراس بتاع البيبي ماشي مع الجراس كيرفز ولا لا هو كل ما كان الالترا ساوند متبرمج على جراس كيرفز فانت بتاخد المقاسات بتاعتك اللي هو البايبرايتر والفيمر والابدامينال سيركمفرنس وبعدين بتروح دايس على الريبورت فالريبورت بيطلع لك ان هو وزن الجراس كيرفز النورمال جراس كيرفز ولا اذا كان هو اي جي ار قليل اقل من 10 بيرسنتايل ولا ماكروسوميك اكتر من 90 بيرسنتايل فهم دول الثلاثه في الروتين احنا بنتكلم كل ده على انه ما عندناش اي ابنورماليتي ما عندناش اي اناماليز الروتين بتاعنا بنعمل ايه هم الثلاثه الترا ساوند الا طبعا لو هي عندها مشكله ما قالت لك بينزل عليها دم بتاع ساعتها بنعمل لها اكسترا الترا ساوند عشان الكومبلين اللي هي جايه بيه لكن غير كده في الروتين واحده بتتابع حمله عادي من غير اي حاجه خالص هم دول الثلاثه الترا ساوند اللي بيتعملوا خلال الحمل وطبعا هيبقى فيه قصه التامين الصحي وكده فيعني بالتالي انت لازم تجو فور الثلاثه دول بس لان غير كده شركه التامين او التامين الصحي بتاعها مش هيكفر غير هما الثلاثه دول لان دول اللي محتاجينهم الا لو هي بقى محتاجه حاجه اكسترا بتكتب في الدايجنوزس هي ليه انت عايز تعمل لها اكسترا الترا ساوند وساعتها بتعمل دكتور هو دايما الفيرست ترامستر بتعمله عشان تشوف البروتو والبلاسنتا لوكيشن والامنيوتيك فلويد يعني بتشوفي الحاجات دي هو في الغالب انا بسمع كتير انه مثلا عملت الترا ساوند بتاعها كويس احنا مهم نشوف هو وزن الكروس كيرفز ولا لا لان ممكن قوي لو انتم بتعملوا سونار كل اسبوع ولا لا هي بتجي لك في التسعة ده كل اسبوع وفي الثامن كل اسبوعين وكده فممكن تلاقي ان هو المره دي زاد مثلا 100 جرام المره اللي بعدها هتلاقيه كاتش اب وزاد اكتر خلاص المهم الريفرنس بتاعي هو وزن الكروس كيرفز اللي هو من ال 10 لل 90 بيرسنتايل ولا لا طالما ان هو وزن الكروس كيرفز بتاعتك ده يبقى نورمال لكن لو هو اقل من ال 10 بيرسنتايل او اكتر من 90 هو ده اللي ابنورمال لكن طالما ان هو وزن النورمال خلاص على فكره في ترمينولوجيز كده مفيش حاجه اسمها القلب ضعيف اهو يا موجود يا مش موجود لكن قصه القلب ده بتاع البيبي ضعيف النمو بتاعه ضعيف يعني ايه النمو بتاعه ما هو يا بينمو يا لا لكن لازم تبقى يعني نستخدم ساينتفك تيرمز لان كلمه نمو ضعيف ده مش واضح خالص ما هو يا اما بينمو كويس اللي هو وزن البراس كيرف بتاعتنا يا اما يبقى النمو بتاعه تحت البراس كيرف يا اما النمو بتاعه اعلى من البراس كيرف فلازم تبقى ساينتفك ترمينولوجيز وتقرا الريبورت لا تعتمد على ان العينه بتقول لك ايه خلاص تقرا الريبورت مطالع بشكله ايه او تبعتها تعمل سكند ليفل الترا ساوند لو انت قلقان من حاجه او انت شاك في حاجه بس سكند ليفل دلوقتي يا دكتور روتين ولا انا اعمله بس هو سكند ليفل كانوماليز سكان او لو انت مثلا بتعملي ثيرد ترامستريك الترا ساوند ولقيتي البلاسنتا دي مثلا ايه ده في لاكن في حاجه زي ما احنا هنا بتلاقوا ساعات كتير بنبعت للفيتال ميديسن يونت عشان يعملوا لنا هم مش بيعملوا 3 دي على فكره هم بيعملوا سكند ليفل الترا ساوند انت لو بصيت هتلاقيهم بيعملوا سكند ليفل قليل قوي لو هو عملوا لها 3 دي او احتاجوا يعملوا دوبلر لكن هم العادي اللي بيعملوا سكند ليفل يعني ايه هو 2 دي بس بيبقى بحد بروفيشنال بحيث ان هو بيعمل لك سكند ليفل الترا ساوند ويقول لك المايميتريم عليها على البلاسنتا ده واضح ولا لا في ديفكت في المايميتريم دي بلاسنتا اكريتا دي حاجه كده فهو اللي بيتعمل سكند ليفل فالسكند ليفل روتين في الانوماليز سكان روتين في الانوماليز سكان ان هو لازم في الانوماليز سكان ده يبقى اكيد سكند ليفل ما انت على الليفل بتاعك كجي بي ممكن ما تقدرش تشوف الفور تشامبرز بتوع الهارت واضحين ولا لا مش عارف عندنا شويه فانتريكولوماجلي وهايدروكافلس ولا ما فيش يعني ممكن الحاجات دي انت كجي بي ما تعرفهاش فبالتالي انت محتاج في السكند ترامستريك الترا ساوند يبقى سكند ليفل الترا ساوند واضح؟ هو ايه في الانوماليز سكان ممكن يورانت لما
هو قليل قوي من الحاجات اللي هي بتبقى فور ترمينيشن بصراحه، اللي هي بتبقى سيندرومز مع بعض. هتلاقي مثلا لينا الاجانسيس ومش عارف معاها ايه وكده، وبتلاقي السونار اللي جاي لك لان هو بيبقى ريبورت من لو حد حتى بيعمل سكند ليفل وهو لسه بيتعلم او فيلو او واتيفر يعني، هيروح مخليه لحد سينيور، فبتلاقي ان هو الريبورت جاي لك فور انكومباتبل وذ لايف او فور ترمينيشن او كده، بتلاقي الريبورت اصلا عيله. وطبعا انت لو بتعمل لو في الترمينيشن ده لازم يبقى في حاجه حكومه، ما بتبقاش في خاص، وبيبقى ماضي عليك كونسلتنتس ان ده فعلا انكومباتبل وذ لايف، انك انت تنزل بيبي وهو ليفنج يعني في بارسيتنج هارت، ده بيحتاج تو كونسلت. على فكره في بلاد زي السعوديه مثلا ما بتنزلش بيبي عايش خالص، حتى لو انا انكفل ما بتنزلوش، انا انكفل ما فيش دماغ برده ما بتنزلش طالما ان هو بارسيتنج هارت، فاهمين ازاي؟ فمش اي حاجه كده يعني. مثلا الداون، هل الداون ده بينزل ولا مش بينزل؟ لا، لانه ده مش انكومباتبل وذ لايف، ده بيعيش وبيعيشوا عادي يعني. يعني هو في هيبقى مشكله سوشيال معاه او مع عيلته او حاجه كده، بس هما بيعيشوا. فبتلاقي الداون ده مش كل الناس تعمله ترمينيشن، الناس بتعمله ترمينيشن، في ناس تقول لك انا ما اعملش ترمينيشن ده الا لو حاجه مثلا بايلاترال بينال اجانسيس، طب ما ده هيموت، ده هيعيش ازاي ده يعني؟ فاهمين ازاي؟ في حاجات كده هيكتبوا لك عليها ان هو ايه الانوميلي اللي موجود ده، فبحيث انك انت تشوف ده فور ترمينيشن ولا لا. وهو كده كده يبقوا غالبا لو هو دكتور نسا اللي بيعمل، زي مثلا دكتوره منى بلغار لما بتعمل سونار بتكتب لنا، لكن لو حد ريديولوجيست مش بيكتب لك قوي، مع انه المفروض يكتب لك يعني لو الاثنين كيدنيز مش موجودين، ما هو المفروض يكتب لك ان هو ده فور ترمينيشن، ما هو دكتور اللي بيعمل السونار راديولوجيست، بس ده دكتور برضه يعني مش كده. في الكلينيكال كولوجيسا اتصرف انت بقى يعني لو كده بقى اللي هو انت كجي بي خلاص حتى ريفير ليه حد في ترمدسن يعني اخصائي بقى نسا، لان انت على الليفل بتاع الجي بي انت عملت زي ما الكتاب بيقول الرول بتاعك، عملت لها الانوميلي سكان، انوميلي سكان ده جالك ريبورت ان هو مش نورمال، ده في ابنورمالتي، لا حضرتك روحي بقى عند في مستشفى النساء، روحي القصر العيني، روحي اي حته بقى سبيشالايز، هم يشوفوا هيعملوا في العيل ده. لكن لو طلع اللي هو العادي انه طلع نورمال انوميلي سكان في سكند ترايمستر خالص، انت مكمل معاها الانتي نيتال كير بتاعك عادي خالص لحد ما تولدها، برده عادي خالص. الفيرست ترايمستر الالتراساوند بيعملوا جي بي انت بتعمل الفيرست ترايمستر، لان هو انت عايز تشوفه الكيس ده جوه الرحم ولا بره الرحم، فانت فسهل انك انت تشوف الكيس جوه الرحم ولا بره الرحم، وبالسيتنج ولا مش بالسيتنج، وسنجل ولا مالتيبل، بس هو ده اللي انت بتعمله في الفيرست ترايمستر. الثيرد ترايمستر انت بتاخد ثلاث مقاسات اللي هم برده ده فيرست ليفل التراساوند ليفل 1، ان هو ازاي بنقيس الابدومينال سيركمفرنس والفيمر لانث والبايبارايتال، والكيرفز بتطلع لك، بتدوس على ريبورت بيطلع لك الكيرفز كده، فتشوف ان هو ده وزين البراس كيرفز ولا ان هو لا، فدول انت بتعملهم عادي خالص. يمكن الانوميلي سكان هو اللي هيبقى صعب طبعا على جي بي، فبالتالي انت بتريفير ان هو يعمل لك السكند ليفل التراساوند ده وتشوف الانوميلي سكان، طلع نورمال انت تكمل مع عيانتك عادي، طلع ان هو في اي ابنورماليتي يبقى هتريفير لا حاجه فيها فيتر ميديسن او كده، بحيث يشوفوا اذا كان ده فور ترمينيشن ولا فور سبيشال كير ولا ايه. الميجرمنتس دي مش محتاجينها في اول ترايمستر عشان نستيميت الجستيشنال ايج ولا ايه؟ اكتر حاجه اكيوريت بتستيميت الجستيشنال ايج هي اكتر حاجه الكراون رام لانس اللي هو فيرست ترانستريك، ويليه على طول اللي هو ريجولر سايكلز اللي هو الفيرست داي اوف لاست مايسترال بيريد. اوكي، فبالتالي انت لو هي عيانتك عارفه الفيرست داي اوف لاست مايسترال بيريد بتاعها، فانت سهل انك انت تحسب لها على طول الاكسبكتد ديت اوف ديليفري وتقول لها هي حامل كام اسبوع، وهي تبتدي ان هي تحسب حساباتها من التاريخ اللي انت مديه لها، مش من التاريخ بتاع الانوميلي سكان اللي هتعمله، لان هو الفيرست ترانستريك الترا ساوند او اللاست داي اوف الفيرست داي اوف لاست مايسترال بيريد هو ده المور اكيوريت عن اي حاجه ثانيه جستيشنال ايج هتاخده بعد كده. اوكي، يبقى احنا تاني الانتي نيتال كير بنعمل ايه؟ الميديكيشن اللي احنا بنديها فيرست ترامستر فوليك اسيد، السكند والثيرد ترامستر بندي ايرون وكالسيوم ومالتي فيتامين. طيب الانفستيجيشن اللي بنعملها اول فيزيت، الفيرست فيزيت بس بنعمل لها فول انفستيجيشن، الريتيرن فيزيتس بنعمل لها سي بي سي ويورين اناليسيس. طيب اكزامينشن بقى بنعمل ايه؟ اكزامينشن في كل والالترا ساوند الانفستيجيشن برده الالترا ساوند بنعمل واحد في فيرست ترامستر، واحد في السكند ترامستر انوال سكان، واحد في الثيرد ترامستر. طب ايه الاكزامينشن؟ يعني جات لك الست في الانتي نيتال كير دي هطلب منها ايه او هعمل لها انا ايه؟ بلاد بريشر مهم جدا عشان تشوف ما تخشش منك في بري اكلامسيا وانت مش واخد بالك، خلاص؟ فبعمل ميجرمنت للبلاد بريشر. ايه كمان؟ مش بنبص على انفكشن، مش روتين خالص ان انا اعمل بي في اكزامينشن غير لو هي اشتكت من انفكشن، اللي ساعتها ممكن تعملها فاجينال سوبر كالتشر سنسيتيفيتي، لان ممنوع انك تدي لها انتي فانجل، ده تيراتوجين، فما بتديش انتي فانجل حتى اورال، انت ممكن تديه لوكال بس ما تديهوش اورال لان ده تيراتوجين. فالروتين اللي انا بعمله بلاد بريشر طبعا ميجرمنت. ايه كمان؟ ويت. ويت مهم جدا لان هو هي المفروض بتزيد وزنها قد ايه في الحمل؟ كله على بعضه؟ كله على بعضه، من 12 ل 14 كيلو.
والزيادة كلها بتبقى في اخر ترمستر على فكرة. اول 3 شهور مش بتزيد خالص، دي ممكن تقل لو هي بترجع وعندها نوزيا وكده وما بتاكلش كويس. اول 3 شهور ما بتزيدش، تاني 3 شهور بتزيد كيلو في الشهر، بمعنى ان هي على اخر الرابع بتكون زادت كيلو عن وزنها. انتوا فاهمين ازاي؟ بتكون زادت كيلو واحد بس عن وزنها اللي هو مش باين عليها يعني، خلاص. وبعدين في الخامس تزيد كيلو، برده في السادس كيلو. بدايه من الشهر السابع هي بتزيد كيلو كل اسبوع، يعني هي كل الزياده بتبقى في السابع والثامن والتاسع. بدايه من الشهر السابع هي بتزيد كيلو كل اسبوع، فلازم تعمل لها ويت، تشوف البادي ويت بتاعها عشان تتاكد ان هي كده، لان هي لو اكتر من كده ممكن تخش منها في جيستيشن دايابيتس او بريكلامسيا او كده. وبرده عشان ما تكونش ان هي البريكلامسيا بيبقى عندهم شويه قديمه، فبتلاقي الويت بتاعها عمال يزيد بالرغم ان هي فات وكده ما زادتش. فبشوف البلاد بريشر، بشوف الويت. ايه كمان؟ بلاد شوجر ده مهم عند من 16 ل 20 اسبوع. بلاد شوجر عند من 16 ل 20 اسبوع المفروض انك انت تعمل لها اللي هو ال 50 جرام اورال جلوكوز تولرنس تيست. في مصر ما بنعملوش، فممكن تعملها فاستنج وبوست برانديا، لان هو ده الماكسيمم لو هيجي لها سكر، يعني الماكسيمم بيبقى في الوقت ده اللي هو من 16 ل 20 اسبوع. فانت ممكن عند 16 ل 20 اسبوع تعمل لها ده، بس ده مش روتين في كل فيزيت. يبقى روتين في كل فيزيت لحد دلوقتي عشان بس نبقى مركزين مع بعض. سي بي سي يورين اناليسيس ده كان انفستيجيشن، بلاد شوجر وبادي ويت. طيب كل ده على فكره ام فيتال هارت بالظبط كده. لما يبتدي بقى في الفيتال هارت ساوند انك انت تبتدي تسمعه بالسونيكيت كويس، لما يبقى اليوترس ده ابدومينال اورجن، اللي هو بيبقى امتى ابدومينال اورجن؟ بعد 12 اسبوع بالظبط. فانت كده كده انت عملت لها اساسا سونار في الفيرست ترمستر، ابتدت هي جايه لك في الشهر الرابع بتسمع بالسونيكيت، في الخامس برضه تسمع بالسونيكيت، في نفس القصه كده. يعني مش محتاج خالص انك انت تعمل الترا ساوند للبيبي ولا سي تي جي ولا اي حاجه، غير لو في بقى كومبلين، يعني تقول لك ايه الديلي فيتال موفمنت كاونت قليل. هو المفروض الديلي فيتال موفمنت كاونت قد ايه؟ اكتر من 10، يعني مينيمم 10. هو البيبي بيتحرك 100 حركه في اليوم، انت بتقول لها على الاقل عدي 10، لو ما عدتش ال 10 يبقى معناها ان في مشكله في البيبي، فبالتالي لازم تبقى حريص على ان هي تعد ال 10 حركات دول في اليوم. اوكي؟ فندم؟ اي وقت، يعني انت تقول لها تقعدي ساعه الصبح وساعه الظهر وساعه بالليل. مش شهر الكام؟ بعد الايدج اوف فايبلتي. بعد الايدج اوف فايبلتي بالظبط كده، لان بيفور هو ايه الايدج اوف فايبلتي؟ كام في مصر؟ 24 اسبوع. لان افرض قبل 24 جت تقول لك البيبي ما اتحركش 10 حركات، ده اتحرك 5. ايوه انت هتعمل ايه يعني؟ ما انت ما قدامكش اوبشن انك انت تطلعه بره. ما هو الايدج فايبيليتي ده بيقول لك اذا كان لو طلع بره اديته للبريماتشر سنتر كده هينفع يعيش ولا لا؟ لا مش هينفع يعيش، بيفوز ايدج فايبيليتي. يبقى انت ما قدامكش حاجه حتى لو هو الكونديشن. عشان كده بتقول لها ايه؟ البيبي ابتدى يتحرك، هي برافو عليكي بتاعه خلاص، لكن مش هتقول لها عدي الحركه بقى، هتبتدي تقول لها عدي الحركه من بعد الايدج فايبيليتي، لان ده اللي يفرق معايا. لو بعد الايدج فايبيليتي كانت الديلي فيتال موفمنت فعلا وحشه، يبقى ساعتها هتجو فور انك تعمل لها مثلا نان ستريس تيست وباي فيك البروفايل واسسمنت اوف فيتال ويل بي، عشان تشوف اذا كان احسن انك انت تولد العيانه ولا انك انت تخلي البيبي لسه جوه. اوكي؟ فبالتالي الديلي فيتال موفمنت كاونت ما بتقولوش للعيانه انها تعده غير بعد الايدج فايبيليتي. يبقى احنا في الروتين فيزيت الريتيرن فيزيت بتسمع بس البيبي، واول ما تعدي الايدج اوف فايبيليتي انستراكت البيشنت ان هي تبتدي بقى تعد حركه البيبي ان هو يتحرك على الاقل 10 حركات في اليوم. طب في انستراكشنز ثانيه بتقولها للست الحامل انت كجي بي؟ الورنينج ساينز انك انت لو حاسس باي صداع جامد مثلا، زغلله، مش عارف ايه، انك لو نزل عليها دم، لو نزل عليها ميه، لو حركه البيبي قلت، اي حاجه من دول ان هي تيجي. طبعا. بس ايه الانستراكشنز العاديه اللي هي الاول ما بتبقى بريجننس تاست بوزيتيف اللي انت بتقولها لها؟ تنام قد ايه مثلا ولا مش فارقه؟ 8 ساعات. 8 ساعات كونتينيوس بالليل وساعتين الظهر، خلاص. فدي من الانستراكشنز اللي هنا اللي انتوا شايفينها ايه ده يعني. لا هو انت شغلتها كجي بي انك تقول لها، عشان هي مثلا ما تكونش بتنام وحش، فبالتالي ده ياثر على الراحه بتاعتها، فياثر برده على البيبي والبراث بتاعه. طيب بالنسبه للاكل، هل في حاجه معينه تقولها لها؟ سمول فريكوينت ميلز ده مهم، يعني ما تبقاش تاخد فطار وغدا وعشاء، لان هي اساسا الدايجيشن والامبتينج تايم وكده ده بياخد وقت جامد في الحمل، فكده ما ينفعش ان هي تاكل وجبات دسمه، فبتاخد سمول فريكوينت ميلز. دايما يبقى في اكل في معدتها، لكن ما تبقاش ان هي مليانه على الاخر. طب في اكل تقول لها ما تبعد عنه؟ عشان ما تتخش. لو هنقول لها على حاجه تبعد عنها، تبعد عن ايه؟
بس طبعا سموكينج اكيد اه وسموكينج ليها والباسيف سموكينج واكتيف سموك كل حاجه سول اه ما تاخدش سول كتير عشان بري كلامس يعني خلاص فلازم تقول لا ما تاخدش ملح هتقول لك لا لا ما اقدرش ده لازم الجبنه القديمه ده لازم المخلل حضرتك ما ينفعش الكلام ده لا انا ما اقدرش غير كده طب تبقي عارفه انك انت بتاخدي حاجه مضره للبيت بس لانه فاهمين ازاي لان هتلاقي الستات بتوعنا لا 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 انا ما اقدرش انا لازم ان انا اخد المخلل ده ما اقدرش ابلع اي حاجه من غيره حضرتك تبقي عارفه بقى وان انت بتاخديه انك انت بتاذي نفسك وبتاذي البيبي بتاعك وانت حره ايوه يعني واحده مش هتفرق يعني اذيتيه بحجم واحده اذيتيه بحجم مش عارف قد ايه يعني فاهمين ازاي لا طب سيجاره واحده طب فنجان قهوه واحد تبقي اذيتيه بحجم كذا يعني بس عشان هي تبقى متخيله انه ده اذى على حسب بقى المقدار اللي انت بتاخديه فطبعا اكيد السموكينج بس عشان يعني مش عينينا مش سموكرز قوي يعني فاللي هو السولتي دايت ده مهم قوي لازم تشرب ميه كتير لان عينين تيجي تقول لك لا ما اقدرش ان انا اشرب ميه حضرتك يبقى كده هيجيلك اسمبتوماتيك بكتيريوريا وبايلونيفرايتس وهيبقى في مشكله بيكي وللبيبي فلازم تشربي على الاقل 3 لتر ميه في اليوم 3 لتر ما اقدرش اشربهم يا دكتور تبقي عارفه انك انت بتضر البيبي بالنسبه انك انت قلتي يبقى كده يعني فاهمين ازاي بحيث ان هي حره هي مش في سجن بس تبقى عارفه الصح من الغلط وتعمل الغلط وهي عارفه ان غلط ما تبقاش ان هو ما حدش فاهمها ان ده غلط فالدايت مهم قوي الانستراكشنز تقولها للعيانه اللي هو سمول فريكوينت ميلز تبعد عن سولتي دايت تبعد عن الحاجات اللي فيها بريزرفيتد كتير المواد الحافظه والكلام ده تبقى اكتر انها بتاخد الحاجات الفريش يعني حتى العصاير وكده بيور وجوهينه والكلام ده مش فريش ده ممكن يقولك بيقعد لحد 6 شهور ده اكيد محطوط فيه مواد حافظه يعني لكن في حاجات تانية تقولك ايه ده خلال 24 ساعه ولا 48 ساعه وتبوظ ايوه ده ما فيهوش مواد حافظه فالحاجات اللي هي يا اما تعملها في البيت يا اما ما فيهاش بريزرفيتد الاو تي سي اللي مسموح اصرفها الايه الاو تي سي اللي مسموح هو ايه اوفر ذا كاونتر ما الاوفر ذا كاونتر هي اوفر ذا كاونتر انا قصدي اي مسكن او اي بنادول البنادول العادي مش الاكسترا يعني مش الاحمر البنادول العادي لان ده باراسيتامول فالباراسيتامول ممكن ان هو يتاخد خلاص فهو ده الحاجه الوحيده اللي هي ممكن تاخدها لو هي حاسه بصداع او كده هو ده اللي ممكن ان هي تاخده اللي هو الباراسيتامول او البنادول العادي مش البنادول الاكسترا بالنسبه نرجع بس معلش عشان الميلز الحاجات اللي فيها بريزرفيتيف القهوه لان القهوه والكافيين والكلام ده ممكن يعمل برده بس كونتريكشن الشاي لان الشاي ده بينهبت الابسوربشن بتاع الايرن فممكن يدخلها في انيميا طبعا السموكينج التوتو سواء الاكتيف والباسيف سموكينج فدي الدايتس اللي مهم انك انت تقول للعيان عليه ما تكترش طبعا الحاجات اللي فيها فيتامين اي زي الكبده هي بتبقى شهيره قوي تيجي تقول لك ما ينفعش ان انا اخد كبده خالص يعني مره في الاسبوع ما يجراش حاجه ما عمرها ما هتاخد اكتر من مره في الاسبوع يعني وما تاخدش الحاجات نيه ما يبقاش فيها دم يعني لو هي مثلا من الحاجات تاخدها دايما تحبي حاجه رو ولا مش عارف ميديوم لا احسن تبقى ويل دان يعني دي الحاجات الانستراكشنز اللي انت بتقولها للعيان برده في انواع اكل ما ينفعش تاخدها في الاول زي التمر لانه بيعمل كونتراكشنز في اليوترس يعني سيدة مريم ولدت بالتمر ده فيعني تاخده في في الثيرد ترايمستر وهي قرب الولاده بقى وكده عشان يبتدي يجي لها طلق ولاده وكلام من ده لكن في الاول لا لان التمر بيعمل كونتراكشنز في اليوترس فبالتالي مش ما تاخدش تمر يعني في اول الحمل اوكي واحده ولا اتنين شغال لكن مش تقعد تاكل في الكيلو البلق التمر اللي قدامها يعني حاجات كده فدي انستراكشنز مهمه لان هي ما بتبقاش عارفه انتر كورس عادي ولا لا عادي طالما ما عليهاش بليدنج عادي طب بحس ببين بعد الانتركورس ما طبيعي يا مدام البروستاجلاندنز اللي في السيمن هتعمل لك بين فانت ممكن يبقى بكوندوم او يبقى اكسترنال ايجاكيوليشن لو البين ده بيبقى سيفير او بيتعبك او بيعمل يوتراين كونتراكشنز بعديها يعني كل حاجه لازم تبقوا انتوا فاهمينها وتقولوا للعيان عليها لو في بليدنج طبعا بنوقف الانتركورس لحد ما البليدنج ده لو هي عندها ثريتند ابورشن مثلا او بلاسانتا بريفيا وبعد الانتركورس بيحصل لها بليدنج يبقى ساعتها بتوقف الانتركورس او يبقى بكوندوم عشان هي المشكله في البروستاجلاندنز بتاعه السيمن هي دي اللي بتعمل لها مشكله برضه الترافلنج تاخد بالها اللي هو لو الفلايت تايم او يعني الفرين او العربيه او كده او واخده وقت طويل لازم تحرك رجليها وتشرب سوائل كتير وكده لان هو الحوامل عندهم فورم اب هايبر كوجولبل ستيت بالظبط كده هم عندهم اساسا السايز كتير لكن عندهم الكلوتنج فاكتورز كتيره قوي ودي برضه ده بريباريشن فور ديليفري عشان ما تخشش بوست بارتم هيمرج فهم عندهم هايبر كوجولبل ستيت فلو هي هتقعد كمان ريكامبنت فور لونج تايم لازم ان هي تشرب ريها تبقى ريها هايدريتد كويس تحرك رجليها وهي واقفه يقفوا مثلا وتتحرك هي وحاجات كده فده مهم حتى لو هتديها مثلا لودوز اسبرين لو كانت هي هتسافر وهتطير طياره يعني والكلام من ده ممكن تاخد لودوز اسبرين عشان يبقى عامل شويه بليدنج تندنسي عشان ما يبقاش الهايبر كوجولبل ستيت دي بريديسبوز لدي بي تي او حاجه زي كده
فدول انستراكشنز عاديه. انت لازم مع اول مره تجي لك الست في الحمل لازم تقول لها الانستراكشنز دي، لان هي ما بتبقاش عارفه تاكل ايه وما تاكلش ايه، تنام ازاي، تشرب ايه، طب يبقى في انتر كورس ولا لا، يعني طب تسافر ما تسافرش، تمشي ازاي وتتحرك ازاي. فهي بتعمل الروتين اكتيفيتي بتاعتها الديلي اكتيفيتيز ما تزودش عنها. يعني هي متعوده مثلا بتروح الجيم، ماشي ممكن انها تروح الجيم بس ما تعملش الحاجات اللي فيها نط يعني، لكن غير كده لو هتعمل حاجات لايديها رجليها، هتعمل ايرانس الحاجات الخفيفه من غير تنطيط دي عادي ممكن ان هي تعملها عادي. سويمنج طبعا ده هايل، دي من الرياضات الحلوه جدا للستات ان هو السويمنج والحاجات ده، والمشي بس مش مشي رياضه او مش جوجينج او كده، فدي برده من الحاجات العاديه. اوكي دكتور، لو حد عندها بري اكزيستنج كونديشن زي مثلا عندها مشكله في السيروت او كده، بتتابع مع جينيكولوجيست ولا من ضمن الحاجات؟ يعني لو هي مثلا ماشيه على اتراكسن دوز معينه، يبقى من ضمن الروتين حاجات كل شهر انت تقول لها تعمله التي اس اتش لازم، ولازم التي اس اتش بتاعها يبقى نورمال، ما يبقاش ان هو اب نورمال، لان ساعات دكاتره الاندوكراين يقول لها ايه لا ده ممكن ده عادي شغال، مش مهم تاخدي اتراكسن، لا مهم ان هي تاخده عشان البيبي ما يطلعش متاثر. فهي تخليها على الابر ليفل مش على اللور ليفل. اوكي فبتتابع مع الاندوكراين بس، وانت كمان تبقي فاهمه يعني، حتى لما لو هي دايابيتك بتتابع مع دكتور السكر والدوز بتاعه الانسولين وكده، بس انت عامله لها يعني الهيموجلوبين اي 1 سي تطمني ان هي فعلا كنترولد وكده، لان في الاول في الاخر هي عيانتك اللي انت مسؤوله عنها، وبتبقي مكمله مع الدكتور اللي هو ايفر هي متابعه معاه. اوكي في سؤال في الحاجات دي يا دكاتره؟ طب احنا دخلنا في الاول، في ناس بتعملك في الاول خالص الهيموجلوبين سوري الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجن، يعني في ناس من الروتين بيروح عاملين هيباتيتس بي سيرفيس انتيجن والتي اس اتش بيعملوه في الاول خالص عشان يشوفوا اذا كان هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. ولو طلعت ان هي بوزيتيف اول ما بتولد بندي للبيبي ده اكتيف وباسيف ايمونايزيشن، يعني هتاخد الاكتيف فاكسين، هياخد البيبي اكتيف فاكسين والايمونوجلوبولينز عشان كده ينفع ان هي ترضعه كل حاجه طالما هو خد الايمونوجلوبولينز. اوكي يعني في اماكن يعني في كل في الدول العربيه الروتين اللي بتعمله برده في اول مره تيجي في البوكينج بتاع العينه بيتعمل لها برده هيباتيتس بي سيرفيس انتيجن وبيعملها تي اس اتش لان منتشر عندهم برده الهيباتيتس. واضح متابعه الحمل يا دكاتره؟ طبعا الدوز بتاعه الايرون هو واحده بس اللي بتديها كل يوم، والكالسيوم واحده كل يوم، الا لو هي لقيتها ان هي انيميك فهتزود الدوز بتاعه الايرون اللي هتديها لها، بس ما تاخدهاش على انتي ستومك عشان هو ممكن يعمل لها استوماتايتس وكده يعني او جاسترايت سوري وايريتيشن، فما تاخدهاش على انتي ستومك اللي هو الايرون. وطبعا ممكن يعمل لها كونستيبيشن فهي تبقى عارفه ان هو ممكن يبقى فيه كونستيبيشن، احسن ان هي ما تاخدش لاكستيفز لان اللاكستيفز دي زي ما بتزود الانتستاينال موتيليتي هتعمل يوتراين برده ممكن اكتيفيتي، فباتر ان هي تعتمد على الدايت بتاعها ان يبقى فيه فايبرز ويبقى فيه ميه كتير وحاجات كده. اوكي انت دكتور بنطلب الايرن اي في هي احنا هنا كويس من 10 يعني من اول 10 طبعا دي 1 الايرن اورال خلاص، من 8 ل 10 على حسب انت وضعك ايه. يعني هي لو لسه مثلا في السكند تريمستر انت ممكن تكملي الاورال، لكن لو هي في الثيرد تريمستر لا يبقى هتدي اي في، لان دي ممكن قوي تولد منك في اي وقت وانت محتاجه انك انت تكاتش اب خلاص. لكن لو هي 8 مثلا وداخله تولد الكتيف سكشن لا انا ممكن اديها بلاد ترانسفيوجن اساسا. يعني فاهمين ازاي؟ يعني على حسب الهيموجلوبين ليفل قد ايه، وكمان هي الجستيشن ايج بتاعها قد ايه، يعني انا قدامي قد ايه عشان ارفع الكلام ده لحد الولاده. لو انا قدامنا لسه كتير على الولاده خلاص انا ممكن اجو فور اورال ايرن وممكن كمان اجو فور اي بي ار، لكن انا لو قربت اولد العيانه يعني كتير قوي عيانين اللي تلاقيهم محجوزين هم بلاسنتا بريفيا واكريتا وداخل عمليات وكده وهيموجلوبينها 10، احنا بنطلب لها اساسا دم يعني بلاد ترانسفيوجن قبل ما تخش العمليه، لان احنا عارفين ان هي هتنزل جامد في العمليه برغم ان 10 دي مش محتاجه غير اورال ايرن. ايوه بس في السيتويشن اللي احنا فيها دي وهي داخله بكره العمليات وهيتعمل لها اوبريشن وبتاع لا انت محتاج ترفعه ل 12 عشان هي انت هي كده كده هتنزل فما تبقاش دي كومبنسيتد وهي داخله معاك العمليه. هو انا ممكن ادي الاي بي ايرن عشان اغير السايد افكتس بتاعت الاورال؟ اه بس خلي بالك الاي بي ايرون انتوا اكيد عارفين ان هو لازم تدوه في مستشفى عشان ممكن يحصل منه رياكشن زي الدم بالظبط، فلازم تبقى انت محضر الديكادرون والانتستين بتاعه ولازم يبقى فيري سلولي اي في دريب وكده، فيعني ليه بريكوشنز معينه، فممكن تبقى مش الكومبلاينس بتاع العيانه ما يبقاش قوي وانت بتديها. لكن لو هي بتقول لك لا ده انا عندي مشكله واساسا بابتك ارسل ولا مش عارفه عندي مشكله جاستريتس شديده او كده او بيعمل لي كونستيبيشن جامده خلاص يبقى هتضطري انك انت تدي لها الاي بي ايرون. طب ممكن يتاخد اي الاي ام مشكلته ان هو بيعمل مايكرو اكسيسيز وبيعمل بيجمنتيشن ما بتروحش، يعني ممكن يعمل لك مايكرو اكسيسيز في مكان اللي هي اخذته فيه الاي ام ده وبيعمل دارك بيجمنتيشن بتبدا معاها على طول الدارك بيجمنتيشن، فبالتالي السايد افكتس بتاعته قويه فعشان كده بنجو فور الاي في دريب. طب هو ممكن
اوكي؟ يعني المفروض ما يقلش عن لو هي هتولد طبيعي ما يقلش عن 11 لكن لو هي هتولد سيزاريان 12 لان يو نيفر نو امتى هيحصل لك اتونيك بوست بارتم. احنا بنعمل اتونيك بوست بارتم بص يا دكاتره هو اليوترس ده محتاج هيموجلوبين اوكسجين اللي هو بيبقى كارد على الهيموجلوبين عشان يكونتراكت. هل اليوترس ده من الاورجنز اللي هي البرايورتي بتاع توزيع الدم؟ خالص ده مش برايورتي اطلاقا. ده الدم يروح الاول للبرين وللهارت وللكيدنيز اخر حاجه لليوترس. فلو هي اساسا داخله لك بهيموجلوبين 8 لا تاكد ان اليوترس ده مش هيكونتراكت بوسبورت يعني لانه الدم ده زي في الشاك والديستريبيوشن هو لازم يروح الاول للبرين وللهارت وبعدين للكيدنيز. انتوا متخيلين الكيدنيز فعشان كده يعني ما ينفعش تخش منك في اوليجوريا او يعني ده توزيع فيزيولوجيكال ده ربنا ده مش احنا. فبالتالي اليوترس ده اخر حاجه هيوصل له دم فانت لازم تبقى مطمن ان عندها كميه دم او كميه اكسجين كويسه عشان اخر حاجه بيوصل لها دم اللي هو اليوترس ده يوصل له هذا الدم. فده الرول بتاعك كجي بي يعني انتوا لو الرول بتاعكوا حاجه واحده في الحمل انك انت ما تخليش عيانتك انامت وهي بتعمل الانتي نيتال كير بس لان الليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت هو البوست بارتم هيمريج والفيرست بريديسبوزينج فاكتور للبوست بارتم هيمريج الاتانيك بوست بارتم هيمريج ده هو الانيميا ديورنج بريجنسي. فانت لو عرفت الانيميا ديورنج بريجنسي هتقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت ان ايجيبت. انت متخيل يعني فده رول كبير. ما انت مشكله عينين الحواس انك هي ممكن ما تبقاش متابعه بالظبط. الهيموجلوبين بتاعها طلع 8 وجت في بوست بارتم هيمرج سيفير وعندها نحجز دم. ايوه ما هو ده ما هو هيموجلوبينها 8 دي نبر الاون عيان تخش في ليبر وهي هيموجلوبينها 8. ما هو اليوترس مش هيكونتراكت ازاي؟ ما هو 8 دول يا دوب يروحوا في الحتة المهمه لكن هيجي على اليوترس مش هتلاقي فيه دم رايح له مش هيبقى فيه اكسجين فمش هيكونتراكت معاك. فهو ده الرول بتاعكم فلا تستهونوا ابدا بالرول بتاعك كجي بي. يعني انت الرول بتاع اللي هو الانتي نيتال كير العادي مش بتاع الهاي ريسك بتاع النورمال بوبيليشن انت هتديكريز الماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت لو انت قمت بالرول بتاعك صح اللي هو لما لقيت عندها انيميا انت يتريتد يو كوركتد الانيميا بتاعتها دي عشان ما تدخلهاش في الدليفري وهي عندها انيميا. في سؤال؟ طيب الايرن العادي اللي هو كل ستات الحوامل بياخدوه 1 تابلت بير داي. لو لقيت ان هو يعني ايه 1 تابلت يعني لو هي هيموجلوبينها 11 او 11 ونص بتاخد لازم 1 تابلت بير داي. يعني دي تاخد دي تاخد لان هو الطبيعي ان هو هيبتدي دم من البلاسانتا يروح للبيبي وكده فبالتالي هي لازم تخش منك في انيميا فدي لازم تديها بس 1 تابلت بير داي. طب لو كان مثلا 10 انت ممكن تديها اكتر من كده الى حد 2 بس مش اكتر من 2 لان ده كده هيعمل لها جاستريك اريتيشن. ممكن تجوه بقى 4 اي في ايرن لو انت محتاجه لو هيموجلوبينها بقى كان 9 او هيموجلوبينها 8 يبقى هتجوه 4 اي في دريب ايرن اي في دريب. طب امتى اقول ان انا محتاجه بلاد ترانسفيوجن وهي لو هو اقل بقى من 8 هو اقل من 8 انت محتاجه الا لو كانت مثلا هي 9 وكده بس هي هتولد قربت تولد يبقى كده هتضطري تديها بلا ترانسفيجن بس لو اقل من 8 هي هتحتاج بلا ترانسفيجن او اكشلي بتديها باك تو ار بي سي. يعني ممكن تديها باك تو ار بي سي طالما اللي انت محتاجاه بس هيموجلوبين انت مش محتاجه حاجه ثانيه. واضح يا دكاتره؟ في سؤال في الكلينيك بتاعه الاوبسيدر احنا بنتكلم على الاوبسيدر كلينيك العاديه نبذه بس عن الحاجات الهاي ريسك. لو عيانه جايه لك وهي هايبرتنسيف اساسا قبل ما تريفير هير للهاي ريسك تشوف الميديكيشن اللي هي ماشيه عليه. ايه الميديكيشن السيف اللي تتاخد ديورنج فور هايبرتنشن ديورنج بريجنسي؟ الالدومات الالفا مثلا دوبا و اللابيتالول. نمبر 1 كمان لابيتالول قبل الالدومات لان لو الالدومات بيعمل بوست بارتم ديبرشن فنمبر 1 اللابيتالول او اللابيبرس خلاص ونمبر 2 الالدومات. طبعا لو كانت ماشيه على اي سي اي او كابتوبريل يعني او كده لازم توقفه وتقلب لحاجه ثانيه لان ده تيراتوجين. فدي مهم يعني بعض الحاجات كده انت كجي بي لازم تبقى عارفها. لو جات لك عيانتك هي اساسا هايبرتنسيف وماشيه على ميديكيشن يبقى لازم توقف الكابتوبريل وتمشيها على لابيبرس او تمشيها على الدومات. اوكي طب لو جات لك هي اساسا دايابيتك وماشيه على اورال هايبوجلايسيميك ميديكيشن الوحيد المتفورمن هو اللي ممكن تكمل عليه لكن لو هي ماشيه على اي اورال هايبوجلايسيميك ميديكيشن ثانيه لا لازم تقلب على انسولين. مش معنى ان انت قلبتها على انسولين ان هي هتفضل على انسولين طول حياتها هي بس ديورنج بريجنسي اللي هتفضل على انسولين لكن بعد ما تولد هترجع تاني للدوز اللي هي كانت ماشيه عليها. فدي من الحاجات اللي هي مهم ان احنا نبقى عارفينها. يعني لو هي كانت ماشيه على حاجه انتي هايبرتنسيف ميديكيشن الحاجه الوحيده اللي ينفع تاخدها ديورنج بريجنسي هو الالدومات ولا بيبرس اللابيتالول. طب لو كانت هي ماشيه هي دايابيتك وماشيه على حاجه فور دايابيتس انتي اورال هايبوجلايسيميك ميديكيشن الميتفورمين بس السيدوفاج هو اللي ممكن تكمل عليه لكن غير كده بتقلبها انت على انسولين بتاخد انسولين. طيب لو هي كانت ماشيه على الفروكسن بتكمل عليه عادي خالص بالعكس ده الدوز ممكن تزيد جيرنج بريجنسي ده الدوز بتاعتها ممكن تحتاج انها تزيد فعشان كده بنتابع معاها بالتي اس اي عشان نشوف لو كانت هايبر ثايرويد بتاخد ايه؟
لو كانت هايبر ثايرويد بياخد بروبايل ثايروسيل ده ممكن يتاخد عادي جيرين بريجنسي مش مشكله منه. بس طبعا الايودين ما ينفعش ان هو يتاخد ريديو اكتيف ايودين وكلام من ده كونتر ده تراتوجينيك وحتى من قبل الحمل اذا هي لازم توقفه فتره قبل ما تجي تجي بروبايل ثايروسيل برده عامل اس اتش برده هخليها على الابر ليفل بالظبط بالظبط اوكي. فده اللي هي لو هي ماشيه على حاجه اساسا وكده. طبعا لو كانت ماشيه على ديجيتالس وحملت بقى لازم هتاخد ديجيتالس بس ما ينفعش واحد تبقى ماشيه على ديجيتالس وعندها هارت فيلير وتحمل يعني ده كونتر انديكيت لان اللود على الهارت هيزيد. لو كانت ماشيه على اي مثلا ستيرويدز او كده في انواع زي بريدنيزولون او كده ممكن يتاخدوا دون كروس بلاسانتا فعادي ان هم تكمل عليهم. لو كانت مثلا اكيلابتيك وماشيه على حاجات يعني ايبانوتين كلام من ده احسن طبعا بتريفير للنيورولوجيست وتكتب ريكومنديشن ان احسن نقلل الجرعات ونخلي سنجل ميديكيشن بدل ما يبقوا مالتيبل عشان ما تبقاش عندك مالتيبل سايد افكتس بتاعت ميديكيشنز كتير. فلو يقدر ان هو يكنترول بالنمبر اوف ميديكيشن اقل وبالليست دوز يا ريت. لكن غير كده طبعا ماذر كامز فيرست دايما الام هي الاول لان هي وقت الفيت او الكونفالجنز ده بيقلل البلاسنتا بيرفيوجن فممكن البيبي يتاثر فانت مش عايزه تخش فيتس اساسا فما ينفعش ان هي توقف الميديكيشنز بتاعتها. يعني ما ينفعش تقول لك انا ابيلابتيك لا انا خايفه اقول لي دي كل حاجاتي بتاثر على البيبي فانا هوقفها. لا ما انت كمان لو جالك فيتس ده هياثر على البيبي اكتر فانت لازم تبقي كنترولد الفيتس بتاعتك تبقى كنترولد. فدي بس بعض الحاجات عشان لو صفدك في واحده جات لك وهي هاي ريسك قبل ما انت تريفير تتابع تقول لها على الحاجات دي. في سؤال في الكلام ده يا دكاتره؟ طب انا تاني يعني مش هكمل مانجمنت اوف ليبر لانه انا كده هوقف عند كده الاوبستريك كلينيك. يبقى احنا كده خلصنا الجاينيكولوجي كلينيك وخلصنا الاوبستريك كلينيك. المره الجايه بقى لما نيجي ناخد المانجمنت اوف ليبر والسكيل لاب ده هنعمله في السكيل لاب فوق. وفي روبريكس انا كنت حطيتها لكم على الجروب فالروبريكس دي مهمه تبقوا قاريينها قبل المره الجايه لان كل اللي هنعمله المره الجايه هي سكيلز فلازم تبقوا عارفين الروبريكس او عارفين الستبس بتاعه كل سكيل لان هنشرحها على المانيكانات في السكيل لاب بتاع الدور الخامس ان شاء الله. اوكي المره الجايه لحد كده ما كل حد ما ساينتفك ميتنج دي كل حد فالحد الجاي ان شاء الله برده على الساعه 9 هنتقابل بس في السكيل لاب فوق عشان هنشرح على السكيل لاب وعلى الحاجات بتاعه السكيل.